تأرجحت نيلي وهي مركب شراعي صغير متجه إلى مرساه دون أن تهتز أشرعته، وكانت الأمواج قد هدأت والريح قد استقرت تقريبا، ولم يعد أمامه إلا أن يقبع في انتظار المد. كانت نهاية نهر التايمز المتجهة للبحر تمتد أمامنا كأنما هي بداية طريق بحري بلا نهاية، وفي عرض البحر بدا كأن السماء والبر يمتزجان دونما نقطة التقاء، وثمة غيمة تستريح فوق الشطآن المتجهة إلى البحر، والهواء كان مظلما فوق غريفزند يزداد كثافة في كآبة جنائزية فوق أكبر وأعظم مدينة على وجه الأرض. كان مدير الشركات هو قبطاننا ومضيفنا، وقد رقبنا نحن الأربعة ظهره في انبهار وهو يقف على مقدمة السفينة ميمما وجهه شطر البحر، ففي البحر كله لم يكن ثمة ما هو أكثر بحرية منه. كان هو القائل الذي يمثل الثقة مجسدة بالنسبة لبحارته. كان البحر يربط فيما بيننا ويوحد قلوبنا ويجعلنا نقبل ما يقوله كل منا. كان المحامي رجلا يتمتع بالكثير من المزايا، لهذا كان قد استولى على الوسادة الوحيدة في السفينة بالإضافة إلى النوم على الحشية الوحيدة فيها. أما المحاسب فكان يحتفظ بصندوق من قطع الدومينو بالإضافة إلى ولعه بالنحت على العظام. أما مارلو فكان رجلا نحيلا شاحبا له خدان غائصان وسمت يوحي بالتقشف، وقد جلس مستندا إلى الصارية. تأكد القائد من أن المرساة محكمة التثبيت، من ثم عاد ليجلس بيننا. تبادلنا بعض الكلمات الكسول ثم ساد الصمت، ولسبب ما لم نبدأ اللعب بالدومينو. لقد شعرنا بحاجة إلى التأمل وبأننا لا نصلح إلا للحملقة الهادئة فيما حولنا. كانت السماء عبارة عن مساحة شاسعة من الضوء الذي لا يشبه شيء، والماء يلتمع في هدوء، وأخيرا بانحناء لا تدرك غاصت الشمس لأسفل واستحال لونها من الأبيض إلى الأحمر الذي لا يبعث دفئا ولا شعاعا من حوله، وكأنها ستنطفئ فجأة. ونظرنا إلى المياه ليس في ضوء اليوم الذي يأتي ويرحل للأبد، ولكن في ضوء أغسطس الذي يبعث الذكريات الدائمة. فليس أسهل على رجل اقتفى أثر البحر كما يقول التعبير الشهير من أن يستحضر روح الماضي العظيمة على ضفاف نهر التايمز. فكم من رجال ونساء حمل هذا النهر؟ لقد خدم كل هؤلاء الذين تفخر بهم الأمة، من سير فرانسيس دريك حتى سير جون فرانكلين، كلهم فرسان نبلاء البحر. لقد حمل كل السفن التي يلمع اسمها كالجواهر في ظلام الزمن، وتلك السفن التي لم ترجع قط. أية عظمة لم تبحر عبر هذه المياه نحو غموض الأراضي المجهولة، أحلام الرجال، بذور الكومنويلث وأصول الإمبراطوريات. غربت الشمس وبدأت الأضواء تلمع عبر الشط، وظهرت المدينة العملاقة من بعيد كأنها هي النذير، وهج رهيب تحت النجوم. قال مارلو فجأة: وهذا المكان أيضا كان من الأماكن المظلمة على الأرض. كان هو الوحيد بيننا الذي لم يزل يقتفي أثر البحر. لو كان هناك ما يعيب فإنه لا يعبر عن طبقته جيدا. إن أغلب البحارة يكونون من الطراز الميال إلى البقاء حيث هو، عقولهم من طراز ابقى في الدار، ودارهم هي سفينتهم ووطنهم هو البحر. بالنسبة لهم تكفي جولة قصيرة على الشط لتخبرهم بسر القارة كلها، وغالبا ما يجدون هذا السر لا يستحق أن تعرفه. أما مارلو فكان مولعا بالترحال، وكان مولعا بكل جديد، ولم تبدو ملاحظته مفاجأة، فلم يكلف أحدنا نفسه بأن يعلق أو يهمهم. كان يقول الآن: كنت أفكر في أزمنة قديمة جدا حين كان الرومان يأتون هنا منذ 1900 سنة، منذ عهد ماذا تسمونهم الفرسان، حين كان هناك ظلام. تخيل شعور قبطان ماذا تسمونها السفن الرومانية ذات المجاديف على الجوانب تعبر البحر المتوسط ثم يأمر بأن يتجه شمالا إلى بلاد الغال. تخيلوا هنا في نهاية العالم أمام بحر بلون الرصاص وسماء بلون الدخان وسط الأخطار والمتوحشين.
ليس من الكثير ليؤكل، وما من ماء يشرب إلا مياه التايمز. لابد أن الرجال كانوا يموتون كالذباب هنا، لكنه أنجز مهمته، أنجزها بنجاح ومن دون تفكير كثير. ربما جاء التفكير فيما بعد كي يبالغ في وصف ما مر به في حياته. لابد أنه كان يحلم بتحقيق مهمته والترقية. ربما كان له أصحاب مهمون في روما لو أنه ظل حيا. وحرك كفيه لتتجه نحو السماء، فبدأ بساقيه المطويتين تحته كأنه بوذا يعظ مرتديا ثيابا أوروبية ومن دون زهرة اللوتس. فكروا في أنه ما من واحد منا سيشعر بهذا. ما يحمينا هنا هو الكفاءة، لكن هؤلاء الشباب لم يكونوا استعماريين، فقط كانوا غزاة، لم يحتاجوا إلا للقوة الغاشمة. أخذوا ما حصلوا عليه من أجل ما يجب أن يحصلوا عليه. كانت أعمالهم مجرد صوت مسلح، قتل على نطاق واسع. أن تستلب الأرض من هؤلاء الذين لهم سحنات مختلفة أو أنوف أكثر تفلطحا من أنوفنا، ليس هذا جميلا لو فكرت فيه؟ وكف عن الكلام. بينما انزلقت ألسنة اللهب في النهر، لهب أخضر ولهب أحمر ولهب أبيض تبحث عن بعضها تتقاطع. المرور في المدينة العظيمة يمضي في الليل البهيم فوق النهر الذي لا ينام. وجلسنا صامتين، فلم يكن ثمة ما نعمله حتى ينتهي المد. لكن الرجل قال بعد صمت طويل: أعتقد أنكم تذكرون أنني كنت لفترة بحارا في المياه العذبة. وعرفنا أن قدرنا سماع قصة من قصص مارلو المبهمة قبل أن يبدأ الجزر. لا أريد أن أضايقكم بأن أحكي ما حدث لي بشكل شخصي. هكذا بدأ، وقد بدأ في ملحوظته ذلك العيب الذي يعاني منه أكثر ساردي القصص الذين يجهلون ما يحب المستمعون سماعه. لكن كي تعرفوا تأثير ذلك علي، لابد من أن تعرفوا كيف وصلت هناك وما رأيت، وكيف مضيت في ذلك النهر إلى حيث قابلت ذلك الشاب. كانت أبعد نقاط ملاحتي وخبراتي، ولقد ألقت بالضوء على أفكاري. وبرغم هذا كانت خبرة كئيبة مثيرة للأسى، بل كانت مبهمة، لكنها ألقت بالضوء. وأكمل مارلو يقول: كنت وقتها قد عدت إلى لندن بعد رحلة في المحيط الهندي وبحار الصين طالت 6 أعوام، وكنت أزوركم يا شباب في دياركم وأعطلكم عن أعمالكم. وبعد فترة تعبت من الراحة وبدأت أبحث عن سفينة، لكن السفن لم تعرني انتباها أو اهتماما. حين كنت شابا كنت مولعا بالخرائط، كنت أحملق بالساعات في خارطة أمريكا الجنوبية أو أفريقيا وأنسى نفسي في لذة الاستكشاف. وكانت هناك أماكن فارغة كثيرة على الأرض في ذلك الوقت، فكنت أضع إصبعي على الخارطة وأقول لنفسي: حين أكبر سأذهب هناك. القطب الشمالي كان من هذه الأماكن. حسنا، لم أزره قط ولا أنوي هذا الآن. حلمت كذلك بأماكن عند خط الاستواء وسواه، وبعض هذه الأماكن زرتها، لكن بقى أكبرها وأكثرها فراغا. حقا في ذلك الوقت كان لم يعد مكانا فارغا، لقد امتلأ منذ صبايا بالأنهار والأسماء، لم يعد مكانا يحلم الطفل به، صار مكانا من الظلمات. لكن كان به نهر، نهر قوي كبير يمكنكم أن تروه على الخارطة كأنه أفعى عملاقة مفرودة، رأسها في البحر وذيلها ضائع وسط الأرض. هذا النهر كان يفتنني، وكنت أقف أمامه كأنني طائر أحمق جاهل يقف أمام ثعبان عملاق. ثم تذكرت أن هناك شركة تجارية كبرى تعمل على هذا النهر. قلت لنفسي إنهم بالتأكيد يملكون سفنا عملاقة، قوارب بخارية، لما لا أطلب أن أقود أحدها؟ كنت أمضي ساعاتي في فلات ستريت، لكني لم أستطع طرد الفكرة، لقد خلبتني الأفعى. تعرفون أنني لست هذا الطراز من الرجال، أحب أن أفعل ما أريد بنفسي دون معونة من أحد، لكن كان لي أصدقاء يمكن أن يساعدوني، وقد استعنت بهم لكنهم لم يزدوا لي عونا. عندها اضطررت إلى الاستعانة بالنساء. تصوروا، أنا ألجأ إلى النساء كي يساعدني. كانت لي عمة، امرأة رقيقة متحمسة، وقد كتبت لي تقول: عزيزي، أنا أعرف
زوجة رجل مهم جدا في الإدارة وله نفوذ قوي هناك. كانت مصممة على أن تبذل جهدها كي أعين ربانا على قارب بخاري في النهر ما دمت أرغب في هذا. وكانت الشركة تبحث عن ربان بعدما قتل أحد ربابينها في مشاجرة مع الأهالي المحليين، وكانت تلك فرصتي. وفيما بعد، بعد أشهر، استرددت ما تبقى من جثته وفهمت أن سبب المشاجرة كان خلافا بصدد الدجاج. نعم، من أجل دجاجتين سوداوين. لقد حسب القبطان أنه خدع في الصفقة، كان دنماركيا اسمه فريزليفين، وهكذا اقتاد زعيم القوم إلى الشاطئ وأوسعه ضربا. يجب أن أقول هنا إن فريزليفين كان من ألطف وأرق القوم الذين عرفتهم في حياتي، لكن يبدو أنه أراد أن يبدو حازما بشكل ما، لهذا أوسع الزنجي العجوز ضربا بلا رحمة بينما قومه يراقبونه، حتى فقد أحد الشباب أعصابه، وكان ابن الزعيم وهو يسمع صراخ أبيه، لذا أخرج رمحه وقذفه ليستقر بسهولة بين لوحي كتفي القبطان. فر الزنوج إلى الغابة بينما فر القارب البخاري تحت إمرة المهندس، ومن وقتها لم يكلف أحد نفسه مشقة استعادة بقايا القبطان، حتى جئت أنا مكانه ولم أستطع تجاهل الأمر. لقد كان العشب الآن ينمو من بين ضلوعه، كل العظام كانت هناك، أما القرية فكانت خالية تماما، هجرها الرجال والنساء الذين استبد بهم الهلع، ولا أدري ما صار إليه أمر الدجاجتين. على كل حال، حصلت على الوظيفة قبل أن أأمل في الظفر بها. خلال 48 ساعة كنت أتوجه لمقابلة مستخدمي كي أوقع الأوراق وأنال الوظيفة. لم أجد عسرا في العثور على الشركة لأنها كانت أكبر شيء في المدينة، وكل من ألقاه كان مليئا بها، كانوا على وشك امتلاك إمبراطورية وراء البحار. شارع ضيق مهجور في الظلال، وبيوت عالية نوافذها لا تحصى، عليها ستائر من الطراز الفينيسي، صمت الموت. دخلت أحد هذه الشقوق وصعدت في درج ممسوح، ودخلت أول باب قابلني. كانت هناك امرأتان، إحداهما بدينة والأخرى نحيلة، تجلسان على مقاعد من قش وتحيكان الصوف الأسود. نهضت النحيلة ومشت نحوي وهي مستمرة في الحياكة وعيناها لأسفل، حتى أنني حاولت التنحي عن طريقها كما تفعل أنت مع من يمشي في أثناء النوم. اقتادتني إلى قاعة انتظار بها منضدة في الوسط وخارطة في ركن القاعة، عليها كل ألوان قوس قزح، بقع حمراء وبقع زرقاء وبقع بنفسجية تخبرنا أين يشرب المستكشفون الشجعان أنخاب النصر. لكني لم أكن ذاهبا إلى مكان من تلك الأماكن، كنت أقصد الأماكن صفراء اللون، إلى حيث الصمت والموت، حيث النهر هناك فاتن قاتل كالثعبان. إنني في المحراب أرى كتلة من البدانة الشاحبة في عباءة، وأعرف أن هذا هو الرجل العظيم نفسه. صافحني وغمغم بصوت خفيض على قدر ما أتذكر، وقد راقت له فرنسيتي فتمنى لي بون فواياج. ثم وجدت نفسي من جديد في غرفة الانتظار مع السكرتيرة، جعلتني أوقع على تعهد بأشياء ضمنها ألا أكشف أسرار التجارة، وأنا لا أنتوي هذا على كل حال. بدأت أشعر بالتوتر، فأنتم تعرفون أنني لا أرتاح كثيرا لهذه الطقوس، كما أن الجو العام كان يوحي بالتطير، كأنما كنت في صدد عمل تآمري ما، ومن حسن حظي أنني خرجت منه. جلست في الخارج مع المرأتين بينما الشباب يأتون ويرحلون، فكانتا تلقيان عليهم وعلي نفس النظرة من الحكمة غير المبالية، كأنما تعرفان كل شيء عني وعنهم. وبعد هذا، حتى وأنا بعيد جدا عنهما في الظلام، لم أكف عن التفكير في منظرهما وهما جالستان تحرسان باب الظلام، تغزلان الصوف الأسود وتتفحصان القادمين المبتهجين بعينين عجوزتين لا مباليتين. رباه، إن أكثر من نصف من نظرت إليهم لم يعودوا قط. هناك كذلك زيارة للطبيب، إجراء روتيني بسيط، كذا أخبرتني السكرتيرة كأنما تشاركني آلامي. ثم جاء شاب يخفض قبعته فوق حاجب عينه الأيسر، موظف على ما أظن، لأن هناك موظفين بالتأكيد برغم أن المنزل كان صاموتا كمنزل في مدينة الموتى. جاء واقتادني
كان مشوش الثياب وسمة بقع حبر على كمي سترته، وذقنه تذكرك بطرف حذاء قديم. تحسس الطبيب المسن نبضي وهو يفكر في شيء آخر كما هو واضح وغمغم. جميل جميل بالنسبة لهناك. ثم بلهجة ملحة سألني عما إذا كنت أسمح له بقياس رأسي. وافقت في دهشة، فأخرج مقاييس وراح يقيس محيط رأسي من الأمام والخلف وقال: من أجل العلم أقيس دوما جماجم هؤلاء الذاهبين هناك. والعائدون كذلك؟ لا أراهم ثانية أبدا، ثم إن التغيرات تحدث بالداخل كما تعلم. إذن أنت ذاهب هناك وهذا مثير. وابتسم كأنما قال نكتة لا بأس بها، وتفحصني ثم عاد يسألني: هل هناك حالات جنون في أسرتك؟ سألت في ضيق: هل هذا السؤال من أجل العلم كذلك؟ سيكون كذلك. إن لدي نظرية أتمنى منكم أيها السادة الذاهبون إلى هناك أن تساعدوني على إثباتها. هذا هو دوري في المنفعة التي سيجنيها وطني، الثروة الوحيدة التي أتركها للآخرين، وأنت أول إنجليزي أفحصه. قلت له إنني لست بالإنجليزي التقليدي، ولو كنت كذلك ما تحدثت معه. ليكن، ابتعد عن التوتر كما تبتعد عن الشمس. في المناطق الحارة يجب على المرء أن يتجنب الانفعال. إلى اللقاء. كان قد بقى شيء واحد أفعله، هو أن أودع عمتي. وجدتها شاعرة بالنصر، وشربت معها قدحا من الشاي، آخر قدح محترم من الشاي أشربه لمدة أيام طويلة. وجلسنا جلسة طويلة حكت لي فيها كيف أنها أخبرت زوجة ذلك المسؤول أنني مخلوق خارق استثنائي وقطعة من الحظ الحسن للشركة. ربا، وعرفت أنني سأكون مسؤولا عن قارب بخاري، وبالإضافة لهذا سألعب دورا شبيها بدور المبشرين. أنت تعرف هذا، إن هناك الكثير من هذا السخف في الصحف، والمرأة الطيبة لا تملك إلا أن تفقد صوابها لدى سماع هذا. لقد راحت تكلمني عن فطام الملايين من أسلوب الحياة المتوحش الذي يعيشون به، وأقسم أنني حاولت التلميح لها أن غرض الشركة هو الربح لا أكثر. غريب أن ترى كم أن النساء لا يملكن أي إحساس بالحقائق، إنهم يعيشن في عوالمهن الخاصة، عوالم لم توجد قط ولن توجد، لكنها جميلة جدا، وهي حقيقة قبلناها معشر الرجال ورضينا بها منذ فجر الخليقة. بعد هذا عانقتني وأوصتني أن أرتدي فانيلا تحت ثيابي وأكتب لها دوما، ورحلت. في الشارع ولا أعرف سبب هذا دهمني شعور غريب بأنني دجال. من الغريب أنني كنت قد اعتدت أن أرحل إلى أي مكان في العالم خلال 24 ساعة دون أن أعير ذلك اهتماما أكثر مما يعيره إنسان يرغب في عبور الشارع. وبرغم هذا انتابني بعض التوتر قبل هذا الأمر المعتاد بالنسبة لي. خير ما أوضح به كلامي أنني شعرت لثانية أو ثانيتين بأنني لست ذاهبا إلى قلب قارة، بل إلى قلب الأرض. رحلت في سفينة فرنسية لم تكف عن التوقف في كل مرفأ تقابله لتنزل الجنود. كنت أرمق الساحل، إن مشاهدة أي ساحل ينزلق جوار السفينة هو أقرب إلى التأمل في لغز. ما هو ذا أمامك؟ يبتسم أو يقطب؟ يدعوك عظيما حقيرا منفرا، لكن هذا الساحل كان بلا ملامح، كأنه ما زال في مرحلة الخلق. ترى حافة دغل عملاق أخضر داكن حتى يقرب من السواد، تحيط به أهداب موج أبيض، ومن بعيد بحر أزرق اختفى تألقه تحت ضباب كثيف. الشمس كانت شرسة والأرض توشك أن تسيل البخار. مستعمرات هنالك من قرون، لكنها ما زالت أقرب إلى رؤوس دبابيس وسط الطبيعة التي تحيط بها. وفي كل لحظة تشعر بأن الساحل هو ذاته، وكأننا لم نتحرك لكننا مررنا بأماكن لها أسماء مثل جرام باسام، بوبو الصغير، كأنما هي أسماء تنتمي إلى كوميديا سخيفة. كنت وحيدا وسط هؤلاء الذين لا أجد ما يربطني بهم، والبحر الزيتي فاتر الهمة، وكآبة الساحل، كل هذا أبقاني بعيدا عن طبائع الأشياء. ولكن صوت الموج كان له تأثير إيجابي علي، كأنه كلام أخ لي، ومن حين لآخر كان قارب يأتي من الشاطئ ليعيدني إلى الحقيقة لحظيا. يقوده زنوج،
يمكنك أن ترى من على بعد بياض عيونهم وهم يغنون ويصيحون وأجسادهم مغطاة بالعرق ووجوههم كأقنعة غريبة. لقد كانت فيهم حيوية طبيعية وصادقة مثلها مثل أمواج البحر على ساحلهم، وكنت أشعر براحة عظمى لرؤيتهم، وللحظات كنت أشعر بأنني أنتمي لعالم من الحقائق المباشرة. أذكر ذات مرة دنونا فيها من سفينة حربية عالقة عند الساحل. يبدو أن الفرنسيين خاضوا إحدى حروبهم هناك، وكانت مدافعها تتدلى من جوانب جسم السفينة بينما الموج الكسول يرفعها وينزلها. هناك في خواء الأرض والبحر والسماء كانت هي تطلق مدافعها نحو قارة كاملة، لكن شيئا لا يحدث، لا شيء يمكن أن يحدث. سمت نوع من الكآبة المضحكة السخيفة في المشهد، وجاءني من يخبرني أن هناك معسكرا للسكان المحليين في مكان ما هنا، كان يسميهم الأعداء. زرنا أماكن أخرى لها أسماء سخيفة، حيث تمضي رقصة الموت والتجارة في مناخ أرضي ساكن. كل هذا على الساحل عديم الشكل الذي تحيط به الأمواج، وكأن الطبيعة ذاتها أرادت أن تطرد المقتحمين. لم ندن قط إلى حد أن نحظى بانطباع ما، لكن ذلك الإحساس بالعجب الغامض كان ينمو داخلي كأنه حج مرهق بين الكوابيس. مر نحو 30 يوما قبل أن أرى ثغر النهر الكبير، ورسونا في مرفأ حكومي، لكن عملي لن يبدأ قبل أن نتوغل 200 ميل بالداخل. بدأت رحلتي على قارب بخاري صغير قائده سويدي، وقد عرف أنني بحار فدعاني معه إلى ظهر القارب. رجل نكد المزاج، شاحب نحيل يعرج قليلا، وإذ تركنا المرفأ البائس نظر باستهانة إلى الشاطئ وقال: هل عشت هنا؟ فقلت: نعم. شباب لطيف المعشر، موظف الحكومة هؤلاء، أليس كذلك؟ ثم استطرد في إنجليزية جيدة لكن بلهجة مريرة: من الغريب أن تفكر فيما يفعله بعض الناس من أجل الفرانكات. منذ أيام اصطحبت رجلا إلى هنا فشنق نفسه، كان سويديا هو الآخر. صحت، شنق نفسه؟ لماذا بحق السماء؟ راح يراقب مسارنا بعين واحدة حذرة وقال: من يدري، ربما كانت الشمس أكثر من تحمله، وربما البلد نفسه. في النهاية ظهر لنا منحدر صخري شاهق وبيوت على التل. كان هناك عدد هائل من السود العراة يعملون بلا توقف، وثمة رصيف ميناء يبرز في البحر، وكانت الشمس تغرق كل هذا بضوء يعمي الأبصار. قال لي القبطان السويدي: هناك المحطة التابعة للشركة. وأشار إلى 3 مباني خشبية لها سمت الثكنات العسكرية. سأرسل حاجياتك، 4 صناديق أليس كذلك؟ وداعا. وجدت ممرا يقود إلى أعلى التل، وعلى جانبه كانت عربة سكة حديد صغيرة مقلوبة وعجلاتها في الهواء كأنها جثة حيوان ما، ومررت بمزيد من الآلات المتحللة المتعفنة. دوى صوت نفير إلى يميني فركض الزنوج، ثم تصاعد بعض البخار من المنحدر، وكان هذا كل شيء. كانوا يبنون خطا حديديا جديدا، أطرافهم كأنما هي عقد في حبل، وسمة ياقة حديدية حول عنق كل منهم، وكلهم مربوط إلى سلسلة طويلة. هؤلاء رجال لا يمكن أن تدعوهم أعداء، وإنما هم مجرمون، وقد وصل القانون الغاضب إليهم كأنه قنبلة منفجرة. كل صدورهم تلهث معا، وطاقات أنوفهم ترتجف. مروا بي على بعد 6 أقدام دون أن ينظروا إلي بتلك اللامبالاة الكاملة للمتوحشين التعساء، ومن وراء هذا اللحم يمشي واحد من الذين تم إصلاحهم، يحمل بندقية ويلبس سترة عسكرية تنقص أحد أزرارها. فلما رأى رجلا أبيض عن بعد رفع البندقية إلى كتفه متظاهرا باليقظة. كان هذا على سبيل الحذر، لأن كل الرجال البيض يتشابهون عن بعد. بدلا من أن أصعد لأعلى نزلت نحو اليسار، كنت أريد أن تبتعد مجموعة المصفدين هذه عن بصري قبل أن أتسلق. أنتم تعرفون أنني لست رقيقا، لقد اضطررت إلى أن أضرب وأقاتل وأهاجم أحيانا دون أن أحسب العواقب. لقد رأيت شيطان العنف وشيطان الشهوة وشيطان الطمع، لكنها كانت شياطين قوية حمراء العيون. لكني إذ وقفت هنالك شعرت بأنني أواجه شيطان القسوة الرخو ضعيف الشخصية.
كم هو قوي في غوايته كذلك، وكنت سأكتشف هذا بعد شهور عديدة وعلى بعد آلاف الأميال، وكان علي أن أنتظر حتى يمر هؤلاء. كدت أتعثر في وهدة لا تتجاوز ندبة في التل، واكتشفت أن أكثر أنابيب الصرف المستوردة للمستعمرة قد تم تكديسها هناك وكلها محطمة. وهناك وقعت عيناي على إحدى حفر الجحيم، كانت هناك أشكال سوداء ترقد فيها، تجلس، تستند إلى جذوع الأشجار، في كل أوضاع الألم الممكنة، كل أوضاع العزلة والقنوط. وانفجر لغم آخر من بعيد تبعه اهتزاز التربة تحت قدمي. كان العمل يمضي، العمل، وهذا هو المكان الذي كان يأتي إليه المصابون كي يموتوا. كانوا يموتون ببطء، هذا كان واضحا تماما. لم يكونوا أعداء ولا مجرمين، لم يكونوا شيئا يمت للأرض الآن، بل مجرد ظلال سوداء للجوع والسقم، يرقدون ذاهرين في الظلام الأخضر. جاءوا بهم من كل أرجاء الساحل ليطعموهم طعاما لم يألفوه، فمرضوا ولم يعودوا ذوي نفع، لذا سمحوا لهم بحرية الزحف والموت هنا. نظرت إلى الفتى الراقد أمامي، كانت عيناه متسعتين خاليتين أقرب إلى العمى، وكانت سنه أقرب إلى الصبا. لم أجد ما أقدم له إلا واحدة من البسكويت السويدي الممتاز الذي وجدت في جيبي. انغلقت الأنامل على قطعة البسكويت دون أي تعبير في العينين، ومن حوله كان إخوته في الألم يتناثرون متخذين كل وضع ممكن يعبر عن الألم، كأنها لوحة قديمة تصور المذابح. وإذ وقفت أنظر في رعب، نهض أحد هذه المخلوقات على أربع وزحف نحو النهر كي يشرب، ثم جلس قليلا وترك ذقنه تهوي فوق صدره. لم أرد البقاء أكثر فهرعت نحو المحطة. قابلت هناك رجلا أبيض أنيقا إلى حد أنني للحظة حسبته رؤيا، لأنني لم أتوقع كل هذه الأناقة في مكان كهذا. ياقة عالية منشاة وسروال بلون الثلج وكمان أبيضان وربطة عنق نظيفة، لا قبعة، شعر مصفف بعناية بالزيت. صافحت هذه المعجزة وعرفت أنه كبير محاسب الشركة، وأنه خرج لاستنشاق بعض الهواء النقي. ما كنت لأذكر شيئا عن هذا الرجل لولا أنني احترمته. نعم، احترمت حذاؤه اللامع ويقته المنشاة البيضاء. كان مظهره كأنه دمية لدى كوافير. فيما عدا هذا كان كل شيء في المحطة في فوضى. الزنوج يأتون ويرحلون، نهر من البضائع والأقطان والخرز تدخل قلب الظلام ويخرج منه كنز ثمين من العاج. اضطررت لأن أنتظر في المحطة 10 أيام، وهي ظهر من الزمن. كنت أحيانا أذهب إلى مكتب المحاسب وهو مبنى من ألواح خشبية تم تثبيتها بشكل سيء، إلى حد أنك ترى على جسد الرجل شرائح من ضوء الشمس من رأسه حتى كعبيه. بالإضافة لهذا كان الطقس حارا والذباب العملاق يئز في وحشية، ولا يلدغ بل يطعن. ذات يوم قال لي دون أن يرفع رأسه: في داخل الساحل ستقابل مستر كوارتز من دون شك. سألته عمن يكون كوارتز هذا، فقال لي إنه عميل من الدرجة الأولى. وإذ رأى خيبة أمل من تفاهة المعلومة قال وهو يضع قلمه: هو شخص مرموق جدا. وبمزيد من الأسئلة عرفت أن مستر كوارتز مسؤول عن مركز تجارة، مركز مهم جدا في بلد العاج الحقيقي، يرسل لنا من العاج أكثر مما يرسله الآخرون مجتمعين. وعاد يكتب وعاد الذباب يئز. فجأة سمعنا لغطا من الأصوات، لقد وصلت قافلة بالخارج. فقال: حين يكون عليك أن تجري حسابات صحيحة فإنك تجد نفسك كارها لهؤلاء المتوحشين. وفكر قليلا ثم قال وهو يرمقني بعينين جاحظتين: حين تقابل مستر كوارتز قل له على لساني إن كل شيء مرض تماما، لا أحب أن أكتب له لأنه مع مبعوثين، يصعب أن تعرف في أي يد سيقع الخطاب. إن كوارتز سيصل إلى بعيد، بعيد جدا، سيصير مهما في الإدارة يوما ما. إن من هم في القمة في أوروبا كما تعلم يريدونه كذلك. في اليوم التالي تركت المحطة في قافلة من 60 رجلا لأبدأ رحلة 200 ميل. لا جدوى من أن أحكي التفاصيل، ممرات وممرات ووحدة ووحدة، لا أكواخ. لقد رحل الناس منذ زمن بعيد.
نمشي بين عشرات القرى الخالية. يوما بعد يوم أسمع صوت الستين زوجا من الأقدام الحافية خلفي، يحمل كل منها حملا ثقيلا. نعسكر ونطهو وننام. من حين الآخر ترى زنجيا في الأصفاد ميتا وسط الأعشاب وجواره إناء ماء فارغ. ذات مرة قابلنا رجلا أبيض يلبس سترة عسكرية غير مزررة، يحرس مجموعة من الزنزباريين النحيلين. كان ودودا جدا، ولا داعي لأن أقول ثملا كذلك. كان يبحث عن موقع صيانة الطرق، وأنا لم أرى طريقا ولا صيانة. ما لم يكن الزنجي الذي تعثرت في جثته على بعد ميلين وثقب رصاصة في جبهته يمثل اتجاها دائما نحو التقدم. كان معي مرافق أبيض أيضا، وهو ليس سيئا إلا أنه بدين ولديه عادة مثيرة للحنق، هي أنه يفقد وعيه في الحر حيث لا يوجد ظل ولا ماء. من الأشياء التي تضايق أن ترفع معطفك كالمظلة فوق رأس رجل لتحميه من الشمس. وقد سألته مرة عما يقصده من المجيء هنا، فقال بإصدراء: المال طبعا، ماذا تحسب؟ فلما أصابته الحمى اضطررنا إلى حمله في أرجوحة، ولما كان يزن 60 حجرا فقد كان علي أن أخوض معارك مع الحمالين، كانوا على وشك التمرد. وقد ألقيت عليهم خطبة بالإنجليزية مع إشارات بيدي فهمها الجميع. وفي اليوم التالي وجدت كل شيء ملقى وسط الأشجار، الرجل، الأرجوحة. كان صاحبي ثائرا ويريد مني أن أقتل شخصا ما، لكني لم أجد حمالا واحدا أمامي. وتذكرت ما قاله الطبيب عن أن البلد يغير عقول الناس. لقد بدأت أتحول إلى ظاهرة مثيرة للاهتمام علميا. في اليوم 15 رأيت النهر من جديد، ورأيت محطة الشركة التي تحيط بها الأشجار الكثيفة من كل صوب، إلا من جهة واحدة صارت هي البوابة. وقال لي شاب ضخم ما إن عرف من أنا بكثير من الاستطراد إن قاربي البخاري هو في قاع النهر الآن. شعرت كمن ضربه البرق. ماذا؟ كيف؟ لماذا؟ لكن كل شيء على ما يرام. لقد تصرف الكل جيدا، والمدير نفسه كان هناك. يجب أن تذهب لتقابل المدير العام شخصيا، فهو في الانتظار. لم أفهم معنى هذا وقتها، وأعتقد أنني أفهم الآن ولكني لست متأكدا. حين أفكر في الأمر أجد غبيا. لقد غرق القارب، لقد انطلقوا متعجلين إلى النهر منذ يومين والمدير معهم وتحت قيادة ربان متطوع، لكنهم مزقوا قاع القارب على الصخور وغرق قرب الضفة الجنوبية. سألت نفسي عما أفعل هنا مدام قاربي قد غرق، والحقيقة أنني احتجت إلى وقت كبير حتى أستخرج قاربي من الماء، واستغرقت عملية الإصلاح عدة أشهر. كان لقائي الأول بالمدير غريبا، لم يطلب مني الجلوس بعد 20 ميلا التي مشيتها. كان شخصا عاديا في كلامه وشكله وطباعه، لكن كان هناك شيء مختلس ما، ربما الابتسامة، لا ليست ابتسامة، كانت تتتبع كلماته للحظة خاطفة كأنها ختم يعطي لأبسط الكلمات مغزى غامض. كان مطاعا لكنه لا يوحي بالحب ولا بالكره، كان يوحي بعدم الارتياح، هكذا عدم الارتياح، لا شيء سوى هذا. لم يكن ذا تعليم مرموق ولا ذكاء، لقد ظفر بمنصبه ربما لأنه لم يمرض قط، والصحة هنا نوع من القوة. وكان يقول للمرضى الذين يملؤون المحطة حوله: الرجال الذين يأتون هنا يجب ألا تكون لهم أحشاء. بدأ يتكلم من أن رآني ولم يطق الانتظار. إن محطات النهر يجب أن تشفى من الاختناق، هناك رحلات تأخرت ولا أحد يعرف من مات ومن بقي حيا. لم يبالي بتفسيراتي وراح يعبث بعصا من الشمع ويردد: الموقف خطير، الموقف خطير. هناك إشاعات لأن إحدى المحطات في خطر، ورئيسها مستر كوارتز مريض. آمل ألا يكون هذا حقيقيا. كنت متعبا وقلت لنفسي: فليشنق كوارتز هذا. لذا قاطعت قائلا إنني سمعت عن كوارتز، فقال: إذن هم يتكلمون عن كوارتز هناك. وأكد لي أن كوارتز رجل غير عادي، رجل استثنائي شديد الأهمية للشركة. وغادرت الكوخ وأنا ألعن في سري. في الأيام التالية حاولت ألا أنظر إلى المحطة كي أنسى ما يتعلق بها، وإن شعرت بأن هذه كلها مسرحية عبثية. كلمة عاج
تتردد في الهواء، ربما تعتقد أنهم يقولونها في صلاتهم. بالله عليك أنا لم أرى ما هو أكثر زيفا في العالم كله. إن كلمة عاج تتردد كأنها مطلق مثل الصدق والكذب، وكل هؤلاء رجال يتطهرون بأنهم حقيقيون صادقون، لكن لا أحد يعبأ بشيء. ثمة مناخ عام من التظاهر والإدعاء هنا، ولا شيء يهمهم حقا إلا النسب المئوية التي سيحصلون عليها من تجارة العاج. سألت أحد الرجال: من هو مستر كوارتز؟ قال بنبرة حاسمة: هو رئيس المحطة الداخلية. قلت له ضاحكا: ما أنا ممثل لك على هذا. صمت قليلا ثم قال: إنه معجزة، إنه رسول العطف والعلم والتقدم. وتحول كلامه إلى لهجة خطابية: كنا مكلفين من أوروبا بمهمة، وكنا بحاجة إلى ذكاء شامخ وهدف موحد وتعاطف لا حد له، ثم يجي إلينا ذلك الرجل، كيان متفرد كما ستعرف حتما. ولماذا سأعرف حتما؟ سألت في دهشة، لكنه لم يولني اهتماما. اليوم هو رئيس أفضل محطة، غدا يكون مساعد المدير بعد عامين، لكني أعرف أنك تتوقع ما سيكون بعد عامين. أنت من نفس الطراز، القوم الذين أرسلوك هم الذين أهدوه إلينا. هنا بدأت أفهم إن نفوذ عمتي العزيزة وعلاقاتها أحدثت تأثيرا عجيبا هنا. نظرت للرجل وشعرت أن بوسعي أن أغرز سبابتي في لحمي، وأنا أقسم إنني ما كنت لأجد شيئا داخله إلا القذارة. واضح أنه كان يتمنى أن يكون مساعد المدير، وهو قلق جدا بصدد قدوم كوارتز. كان يسرسر ويسرسر، وأنا أصغي وقد أرحت كتفي إلى بقايا القارب المهشم الراقد كأنه جثة حيوان نهري ميت، ورحت أنظر إلى الظلام المحيط بالغابة من بعيد. من نحن؟ وماذا أتى بنا هنا؟ هل نستطيع التعامل مع هذا الشيء العملاق الصموت وربما الأخرس؟ أعرف أن فيه عاجا وفيه كوارتز كذلك. لكم سمعت عنه، لكن هذا لم يزدني علما. لقد آمنت به فقط بنفس الدرجة التي تصدق بها أن هناك كائنات حية على كوكب المريخ. أنتم تعرفون كم أكره الكذب، ليس لأنني طاهر الذيل، ولكن لأن للكذب طعما عفنا كريها يذكرني بالوهن والضعف، يذكرني بالموت. وقد كذبت كثيرا على ذلك الرجل كي أقنعه بنفوذي القوي في أوروبا وبالقوى المخيفة التي ورائي، بينما لم يكن ورائي شيء إلا القارب العجوز الذي نقوم بإصلاحه. لم تكن علاقتي بكوارتز أكثر من علاقتكم أنتم به، وأنا أحكي لكم عنه. هل ترونه؟ هل ترون القصة؟ هل ترون أي شيء؟ كأنني أحكي لكم حلما، وهي محاولة فاشلة، لأنك مهما حكيت للعالم الحلم لن تستطيع أن تنقل الإحساس به، أن تنقل الإحسان باللامعقولية التي هي روح الحلم. كان العمل متوقفا في القارب البخاري بسبب مسامير البرشام، لقد كان هناك الكثير منها على الساحل، وكنت تدوس في كل لحظة على عشرات منها على الرمال، لكن ما من مسمار منها كان موجودا حيث تمس الحاجة إليه هنا. كنا نرسل الزنوج إلى المرفأ نسألهم أن يرسلوا لنا مسامير، وكانوا يعودون حاملين كل شيء إلا ما نريد، برغم أن ثلاثة رجال يقدرون على جلب كل احتياجاتنا. وقد قلت للرجل إن العمل متوقف بسبب مسامير البرشام، ولسوف يتضايق مستر كوارتز كثيرا لو لم يجلبوا لي ما أريد، فقط لو عرف بالأمر. كنت أحب القارب البخاري بشدة، وقد بذلت في إصلاحه جهدا كبيرا جعلني أتعلق به. لقد منحني ساعات من السلوى والنسيان ومعرفة ما يجب أن أفعله. أنا لا أحب العمل، وأفضل أن أسترخي في كسل وأفكر في الأشياء الجميلة التي يجب أن تعمل. لا يوجد رجل يحب العمل، لكننا نحب ما يمنحنا إياه العمل من اكتشاف لذواتنا، لحقيقتنا. لكني كنت قد بدأت أكف عن القلق بصدد مسامير البرشام تلك. إن قدرة المرأة على تحمل الحماقات أقل بكثير مما تتوقعه أنت، قلت لنفسي سحقا. وهكذا وجدت لدي الكثير من الوقت الكافي للتأمل، ومن حين لآخر أتذكر كوارتز. لم أكن مهتما به، لكني فضولي كي أرى كيف سيصعد هذا الرجل المسلح بالأخلاق والمثل العليا إلى القمة،
وكيف سيدير العمل حين يصل إليها. ذات ليلة كنت نائما على ظهر القارب حين سمعت رجلين يتكلمان على ضفة النهر. أرحت رأسي على ذراعي ثانية وكدت أغرق في النعاس حين سمعت من يقول في أذني: أنا لا أستطيع الإيذاء كالأطفال، لكني أكره أن يملي علي أحد شيئا. هل أنا المدير أم لا؟ لقد أمرت بإرساله إلى هناك وهذا لا يصدق. وفهمت أن الرجلين يقفان عند مقدمة القارب ولم أتحرك. لم يخطر لي أن أتحرك لأنني كنت شبه نائم وسمعت باقي الكلام. هذا لا يدعو للسرور، لقد طلب هو من الإدارة أن يرسل هناك، وفكرت أن يريهم ما يستطيع أن يفعله. تأمل مدى نفوذ هذا الرجل، أليس هذا مرعبا؟ الجو قد يساعدك على التخلص منه، هل هو وحيد هناك؟ نعم، لقد أرسل كوارتز مساعده إلي برسالة تقول: ابعد ذلك الأحمق عن البلاد ولا تضايقني، أفضل الوحدة عن استقبال هذا النوع من الرجال. كان هذا منذ عام، هل تتخيل مدى الوقاحة؟ وهل جد جديد بعد هذا؟ عاج، الكثير منه، من أفضل الأنواع، كميات هائلة. كان يتكلمان عن كوارتز. كنت الآن قد أفقت تماما، لكني حافظت على رقدتي لأسمع. وكيف وصل العاج عبر كل هذه المسافة؟ وصل على قوارب صغيرة، كان يقودها نصف هندي ونصف إنجليزي يعمل لديه. ثم عاد كوارتز إلى الداخل بقارب صغير بدواليب. كانت هذه أول مرة أرى فيها كوارتز بقاربه ذي الدواليب التي يحركها الزنوج، وقد يمم وجه شطر الأدغال نحو محطته المهجورة الخالية. أنت تعرف أنهم لا يشيرون إليه باسمه أبدا، بل يقولون ذلك الرجل. أما مرافقه نصف الإنجليزي فيطلقون عليه ذلك الوغد. وقد أخبرنا ذلك الوغد أن الرجل كان مريضا جدا لكنه شفي إلى حد ما. قال الآخر في ضيق: سحقا للمنافسة، لابد من طريقة لمنع هذه المنافسات. لو أن أحدهم شنق مرة، أنت تعرف كل شيء ممكن في هذا البلد. إن الرجل لا يريحني، وقد أتعبني حين كان هنا. وانخفضت الأصوات، فرفعت رأسي لأجد مندهشا أنهما تحتي بالضبط. يمكنني أن أبصق على قبعتيهما لو أردت. وأطلق الرجلان السباب وابتعد، وقد ارتسم ظلهما خلفهما طويلا كئيبا. بعد شهرين بدأت رحلتي عبر النهر. إن السفر عبر النهر يشبه العودة القهقرية إلى بدايات العالم حين طغت النباتات على الأرض وكانت الأشجار ملوكا. نهر خاوي، صمت عظيم، غابة لا يمكن اختراقها، الهواء دافئ ثقيل، لا شيء يسر في ضياء الشمس، وعلى الضفاف الفضية تغفو التماسيح وأفراس النهر، والمياه تسري بين حشود من الجزر الخشبية. تضل طريقك في هذا النهر كأنك في الصحراء، تبحث عن قناة وتحسب نفسك مسحورا وأنك معزول للأبد عن أي شيء تعرفه، بعيدا في مكان ما، في وجود آخر ربما. تسترجع ذكريات الماضي في شكل حلم صاخب وسط هذا العالم الغريب من النباتات والماء والصمت. هدوء الماء هذا لا يشبه السلام في شيء، وكنت أحاول جاهدا أن أدرس النهر وأعرف أين توجد الصخور. وأطبق على شفتي السفلى وقلبي يسقط في قدمي حين أوشك على أن ألامس صخرة تنذر بتمزيق القارب. إن الحقيقة أقول لكم تتلاشى. تخيل رجلا مربوط العينين يمشي للمرة الأولى في طريق وعر. لا أزعم أننا لم نعلق بقاربنا فوق الصخور. عندها كنت أستعين بطاقمي من آكلة لحوم البشر، وناس طيبون أكلت لحوم بشر هؤلاء، كانوا رجالا يمكنك أن تعمل معهم، وعلى الأقل لم يأكل بعضهم البعض أمام عيني. كانوا قد جلبوا معهم بعض لحم أفراس النهر الذي تعفن، وجعل لغز الأحراش له رائحة كريهة بالنسبة لي. أوف، يمكنني أن أشمه الآن. كان المدير معي على ظهر القارب. تنفتح الأحراش أمامك وتنغلق من خلفك كأنها تحاول أن تسد عليك طريق العودة. وتوغلنا أكثر فأكثر في قلب الظلام. كان الهدوء تاما هناك. أحيانا في الليل يدوي قرع الطبول خلف الأشجار كأنما يحوم في الهواء فوق رؤوسنا حتى الفجر. لا نعرف إن كان معناه الحرب أم السلام أم الصلاة. كنا نمضي في أرض تمت لما قبل التاريخ.
على أرض تنكرت في ثياب كوكب مجهول، كأننا أول ورثة لإرث ملعون، ننزلق كالأشباح خائفين، كأننا العقلاء في مستشفى مجانين تجتاح ثورة مجنونة. كانت الأرض لا تمت لكوكب الأرض بصلة، والرجال لا، ما كانوا بشريين. أنت تعرف أن هذا أسوأ ما في الأمر، كنت تراهم من بين الأحراش من حين لآخر، فيخيفك الشك في الحقيقة، في حقيقة آدميتهم، وفي كونك ربما تمت لهم بصلة قربة ولو واهية. أنت تفهم ضوضاؤهم لأن فيها كل شيء، الحقيقة، الحقيقة التي تجردت من دثار الزمن. لكن لا وقت عندي لهذه التأملات، لأنني أراقب الغلايات والمواسير، وأراقب المتوحش الذي صار وقادا. إنه يعمل قربي هنا، ومشاهدته لا تقل غرابة عن مشاهدة كلب يمشي على قدميه الخلفيتين ويعتمر قبعة. كان قد برد أسنانه لتبدو حادة، وسمت ثلاث ندوب على كل خد. كان من المفترض أن يكون الآن على الشط يصفق بيديه ويرقص، لكنه كان يؤمن بحقيقة علمناها له. لو نفد الماء من هذه الغلاية لهاجت الروح الشريرة فيها بسبب الظمأ، ولانتقمت انتقاما مريعا. لهذا كان يراقب الغلاية في رعب، وقد ثبت تعويذة مرتجلة على ذراعي، وقطعة عظم في حجم الساعة ثبتها في شفته السفلى. بعدما قطعنا 50 ميلا من الرحلة، وصلنا كوخا من القصب على الضفة. ثمت بقايا علم لا يمكن تعرفه ترفرف من فوقه، وكومة من الحطب. قرب الكومة وجدنا قطعة خشب كتب عليها بالقلم الرصاص كتابة باهتة تقول: هنا خشب لكم، اقتربوا، اقتربوا بحذر. وثمة توقيع، لكنه ليس توقيع كوارتز، الاسم أطول من هذا. ماذا يريد منا؟ ولماذا نقترب بحذر؟ لا يمكن فهم هذه الكلمات، إن الأحراش كثيفة لا تسمح لنا بالتدقيق ولا الرؤية. كانت هناك ستارة حمراء على باب الكوخ، وما يدل على أن رجلا أبيض عاش هنا من قريب. وفي الداخل كان كتاب اهترأت صفحاته، عن الملاحة كتبه ضابط في أسطول صاحبة الجلالة. والغريب أن هناك من درسه بعناية وكتب ملاحظات شفرية على الهوامش. تصور هذا، رجل في قلب الغابة يعنى بأن يشفر ملاحظاته على كتاب عن الملاحة. برغم هذا أحببت الكتاب، لأنني شعرت بأنه شيء حقيقي. دسست في جيبي بينما كانت كومة الحطب قد اختفت. حملها الزنوج إلى قاربنا، وسمعت المدير يزأر مناديا إياي. بدأت المحرك، على حين قال المدير: لابد أن ذلك التاجر ذلك التعس. قلت له: لابد أنه كان إنجليزيا. غمغم المدير في كآبة: ما كان هذا ليحميه لو لم يتخذ حذره. مساء اليوم التالي قدرنا أننا على بعد 8 أميال من مكان كوارتز. أردت أن أسرع، لكن المدير قال في جدية إن الملاحة هنا خطرة فعلا، بحيث صار من الحكمة أن نمضي الليل حيث نحن، بالإضافة إلى أننا لو أردنا أن نتبع تعليمات الكتابة التي تنصحنا بالحذر في أثناء اقترابنا، فعلينا أن نقترب في النهار للليل. كان هذا معقولا، إن 8 أميال معناها 3 ساعات ملاحة، لكني كنت متضايقا بسبب التأخير، وهو ضيق لا معنى له، لأنه لا أهمية لليلة واحدة أخرى بعد عدة أشهر من التأخير. كان الصمت محيرا، كأن الغابة تحولت كلها إلى حجر. ما كان هذا نوما، بل هو شيء غير طبيعي كالغيبوبة. تشعر بالدهشة وتشك في أنك فقدت السمع نهائيا، ثم يأتي الليل فجأة ليصيبك بالعمى كذلك. حين بزغت الشمس كان هناك ضباب، ضباب كثيف ساخن يعميك أكثر من الظلام. وفي 9 صباحا ارتفع كأنه غطاء يرتفع، ورأينا الأشجار وكرة الشمس فوقها، كل شيء صامت ساكن. ومن جديد عاد الضباب يهبط في كثافة، ثم دوت صرخة، صرخة عالية فيها تعاسة لا حد لها، ثم دوى صخب وحشي. كانت المفاجأة مما جعل شعر رأسي ينتصب تحت قبعتي. لا أدري ما حسبه الآخرون، لكني حسبت الضباب نفسه يصرخ. ثم ساد الصمت تاركا إيانا في أوضاع أقرب إلى السخف والغباء. وسألني أحد المتجهين معي إلى قلب الظلام: يا إلهي الرحيم، ما معنى هذا؟
وهرع اثنان إلى داخل القمرة، ثم عاد وهما يصوبان إلى الغابة نظرات رعب، وفي يد كل منهما بندقية وينشستر، لكننا لم نرى إلا حدود القارب الذي نحن فيه، وبعد هذا لا شيء على الإطلاق. ونسيت العيون أن ترمش، وتساءل واحد: هل سيهجمون؟ وقال آخر: سوف يذبحوننا جميعا في هذا الضباب. ولم يبدي السود قلقا بالغا، كأنما فهموا الأمر تماما بجمل قصيرة مقتضبة. دنا مني أحدهم وهو شاب من متين البنيان عريض الصدر، له شعر مجعد، دهنه بالزيت في عناية، وقال لي وقد أحمرت عيناه: أمسكهم. لما؟ أمسكهم، أعطنا إياهم. لماذا؟ نأكلهم. ومال على حاجز القارب يرمق الضباب في تأمل، والحقيقة أن ما منعني من الرعب هو أنني أعرف أن هؤلاء الشباب جائعون حقا. كانوا قد حملوا معهم كميات من لحم فرس النهر لكنه فسد، وقد تخلصنا من كثير منه دفاعا عن النفس، فأنت لا يمكنك أن تشم لحم فرس النهر المتعفن حين تصحو وحين تنام وحين تأكل، وتحافظ على عقلك في الوقت ذاته. بالإضافة لهذا كنا نعطي كل منهم قطعة من السلك النحاسي حوالي 9 أقدام كل أسبوع، على أساس أنهم سيشترون بها احتياجاتهم من القرى المجاورة، لكن لم تكن هناك قرى، ولم يكن المدير راغبا في إيقاف القارب، لهذا لم يعد من حل لهؤلاء القوم إلا أن يأكلوا السلك أو يصطادوا به السمك، فلا نفع إذن من هذا الراتب المرتفع الذي يتقاضونه. يجب أن أقول إن هذا الراتب كان يدفع بانتظام يليق بشركة محترمة. لماذا بحق السماء لم ينقضوا علينا؟ هذا يثير دهشتي الآن حين أفكر فيه. كانوا أقوياء وشجعان برغم أن جلودهم لم تعد تلمع بذات البريق، وكانوا عاجزين عن تقييم التبعات أو المخاطر. كان هناك نوع من الترويض، نوع من السر الذي لا يمكن فهمه، وهذا ما كان يمنعهم من التهامنا، نوع من القمع، ربما هو الخوف أو الصبر أو الاشمئزاز، لكن ما أصعب أن يقاوم المرء الجوع، من السهل أن تقاوم الحرمان أو العار أو الاشمئزاز، لكن ليس الجوع، الممضي الطويل. قال المدير من خلفي: الأمر خطر، سوف أحزن جدا لو حدث شيء للمستر كوارتز قبل أن نصل إليه. نظرت له ولم أرتاب في أنه صادق، إنه رجل حريص على المظاهر، لكن حين تكلم عن مواصلة الرحلة لم أجبه، فهو يعرف تماما أننا لا نستطيع المضي في هذا الضباب وإلا ضعنا تماما. بالطبع لم أتحرك ولم أكن رائق المزاج لتجربة تهشيم القارب على الضفة، لا يوجد مكان أسوأ من هذا لتحطم سفينة، وسواء غرقنا أو لم نغرق فلسوف نقضي نحبنا بسهولة تامة. قال لي: أنا أأمرك بالمخاطرة. قلت له: وأنا أرفضها. وهي الإجابة التي توقعها، لكنها أثارت دهشته. قال بتحضر: حسنا، سأقبل حكمك فأنت القبطان. ونظرت إلى الضباب وحاولت أن أتصور متى يزول، لكن هذا كان مستحيلا. إن الطريق إلى كوارتز هذا محفوفا بالمخاطر، حتى كأنه ملك أسطوري في قلعة مسحورة. سألني: هل تحسبهم سيهجمون؟ لم أتوقع هذا لأسباب عدة، الضباب الكثيف سبب منها، لو خرجوا من الضفة على القوارب فلسوف يعجزون عن الوصول إلى قاربنا. بالإضافة لهذا شعرت أن الأحراش الكثيفة غير قابلة للاختراق، هناك عيون فيها لكنها لا يمكن اختراقها، كذلك كانت الصرخات أقرب إلى الحزن والأسى ولا توحي بالشراسة والهجوم. شيء ما في قاربنا ملأ المتوحشين حزنا لسبب لا أفهمه، إنه رد فعل أقرب إلى النفور منه إلى التهديد. لما انقشع الضباب ووصلنا السير، رأينا على بعد 1.5 ميل من مقر كوارتز جزيرة صغيرة في منتصف النهر. لما اقتربنا أدركت أنها مجموعة من الجزر الصغيرة أكثرها تحت الماء، كما ترى سلسلة ظهر الرجل تحت جلده. اتجهنا إلى الغرب لأنني أعرف أن المحطة توجد في الغرب. ما إن مررنا حتى أدركت أن القناة أضيق مما تصورت. فجأة رأيت الزنجي الذي يختبر عمق النهر يتخلى عن مهمته ويرقد على السطح. بالمثل وجدت الوقاد يترك عمله ويدفن رأسه بين يديه. أصابتني الدهشة، ثم وجدت أن عصيا كثيرة تخرج من الأحراش وتضرب كل شيء،
عصا عصا. ربما نحن نقذف بالسهام، لكننا سنرتطم بالضفة. هرعت إلى جانب القارب فرأيت وجها على نفس مستوى وجهي ينظر لي بوحشية وثبات، ثم كأنما أزيل غطاء عن عيني رأيت أن الدغل يعج بأجسام برونزية عارية وعيون براقة غاضبة. اهتزت الغصون ومنها خرجت الآلاف آلاف الأسهم، وأمامنا رأيت جذع شجرة في منتصف الطيار. ثم سمعت من تحت من يقول: هل يمكنك أن تتراجع؟ ثم انطلقت القذائف من تحتي. إن المسافرين إلى قلب الظلام قد جاءوا ببنادقهم، وسرعان ما راحوا يقذفون بالرصاص إلى الدغل وتصاعد الدخان، واندفعت الأسهم كسرب النحل، ولربما كانت مسمومة، لكن بدا لي أنها لا تقدر على إيذاء قط. ودوت بندقية من خلفي فأصابتني بالصمم. لا توجد مسافة كافية للتراجع القهقري حتى لو أردت هذا، لهذا اندفعت نحو الضفة حيث الماء أكثر عمقا، واخترقنا مجموعة من الغصون المتشابكة. تدحرج عملاق ليسقط عند قدمي، كان هذا هو مراقب الدفة، ثم شيء دافئ عند قدمي. نظرت لأسفل فرأيت أن رمحا يخترق ضلوعه، وقدرت أن أمامنا بضعة أمتار يمكننا بعدها أن نعود إلى وسط النهر بعدما نكون تجاوزنا الجذع الطافي. كان حذائي الآن مليئا، بركة دم تغطي الأرض. الرجل يتشبث بالرمح بين ضلوعه في رعب، كأنه شيء ثمين يخشى أن أنتزعه منه. كان علي أن أبذل جهدا كي أحرر عيني من نظرته وأوجه اهتمامي إلى عجلة القيادة. بيد واحدة بحثت عن الصفارة، وسرعان ما انطلق الصراخ المخيف الغاضب ليدوي في الأحراش، كأنما ينعي اختفاء آخر أمل من على وجه الأرض. كانت هناك حركة في الأحراش، توقف شلال السهام ثم ساد الصمت. خرج لي أحد البيض الراحلين إلى قلب الظلام وقال لي: أرسلني المدير. ثم رأى جثة الزنجي فهتف: يا إله الرحيم. ووقفنا فوق الجثة بينما المحتضر يرمقنا بنظرة متسائلة غمرتنا، بدأ كأنما سيسألنا سؤالا بلغة مفهومة لنا، لكنه لفظ أنفاسه بلا صوت دون أن يحرك عضلة، وتلاشى بريق عينيه في نظرة زجاجية خاوية. سألت الرجل الأبيض: هل تستطيع تحريك عجلة القيادة؟ بدا لي حائرا فأمسكت بذراعه مكررا سؤالي. لأقول الحق كنت راغبا بشدة في استبدال جوربي وحذائي الملوثين بالدم. الزنجي مات، لا شك في هذا، وأعتقد أن مستر كوارتز هو الآخر قد مات. وشعرت بخيبة أمل، كأنما سافرت كل هذه المسافة لا لغرض إلا لأرى مستر كوارتز، بل أدركت كم كنت أصبو لسماعه يتكلم. ألم أسمع دائما مع الكثير من الحسد أو الغبطة أو المقت أن الرجل يجمع من العاج ما يفوق ما يجمعه الآخرون جميعا؟ طوحت بحذائي إلى النهر وقلت لنفسي: بحق السماء قد تأخرنا جدا، لن أرى الرجل أبدا ولن أسمعه، والسبب رمح وسهم وعصا. ولسبب ما شعرت كأنما سلبت عقائدي أو فقدت آخر هدف لي في الحياة. تقولون إن هذا سخف. سخف؟ ماذا تعرفون أنتم يا سادة وأنتم تجلسون هنا بصحة طيبة وحرارتكم سليمة؟ ماذا تعرفون عن رجل بلغ به الجنون وهذيان الحمى أن تخلص من حذائه الجديد في النهر؟ طبعا كان مكتوبا لي أن أسمع كلمات كوارتز، وإن لم أفهم هذا وقتها، فيما بعد استطعت أن أرى كتيبا كتبه كوارتز عن طريقة تهذيب السكان المتخلفين في تلك الأصقاع. كيف وجد الوقت لذلك؟ لا أدري. كانت أول فقرة قد صدمتني لأنها تقول: من وجهة نظر التقدم الذي أحرزه الرجل الأبيض، فمن الضروري أن يرانا المتوحشون ككائنات خارقة للطبيعة، وأن نتعامل معهم من منطق الألوهية، وبالتدريب البسيط يمكن أن نصل إلى قوة لفعل الخير هي عمليا غير محدودة. كان منطقه رائعا برغم أنه من الصعب تذكر الكلمات كما تعرفون. لقد جعلني أشعر بقشعريرة من الحماسة، تلك هي قوة البلاغة، قوة الكلمات. وفي نهاية الكتيب ملحوظة بيد غير ثابتة كأنها البرق تقول: أبيد كل المتوحشين. وكأنما نسي تماما كل ما قالوا عن أساليب الحيلة،
لكنه كان شخصا غير طبيعي. كانت لديه القدرة على أن يخلب لب المتوحشين كي يرقصوا من أجله رقصات سحرية، وأنا لن أستطيع أن أنساه برغم أنني أؤمن أن الرجل لا يستحق تلك الحياة التي فقدناها ونحن نحاول الوصول إليه. لقد افتقدت ذلك الزنجي المسؤول عن الدفة، افتقدته حتى وجثته ما زالت ساخنة على أرض قمرة القيادة. هذا قد يبدو لك غريبا، بالنسبة لمتوحش لا تمثل حياته أكثر من ذرة رمل في الصحراء، لكنني عرفته واعتدت أن أراه على الدفة خلفي عونا أو أداة، نوعا من الزمالة كنت أعنى به، وقد تكونت صداقة بيننا لم أدري بها إلا حين تحطمت. ولم أزل أذكر نظراته لي كأنما هي مطالبة بقرابة بعيدة بيننا، فما إن وجدت خفين جديدين حتى انتزعت الرمح من جانبي، وهي عملية أعترف أنني قمت بها بعينين مغلقتين. احتضنته وجذبت نحو الباب، كان ثقيلا أثقل من أي رجل على الأرض، ثم ألقيت به في اليم والتقطه الطيار بسهولة كأنه بعض العشب، وانقلب مرتين قبل أن يحمله الماء بعيدا. ووقف بعض المسافرين نحو قلب الظلام يرمقونني في نوع من التأفف لخشونتي، لا أدري إن كانوا يعتقدون أنه من الإنسانية أن أتركه للأبد على ظهر القارب. وفي قاع القارب كان السود كذلك غير راضين عني، وإن كان لأسباب أخرى، لكني كنت قد قررت أنه لو التهم أحد صديقي هذا فالأسماك وحدها لها الحق في ذلك. كان رجل دفة رديئا في حياتي، لكنه الآن وقد مات صار طعاما من الدرجة الأولى، ولربما سبب لنا المتاعب. وكان الجميع الآن يعتقدون أن المتوحشين قتلوا كوارتز وحرقوا المحطة. قال لي الرجل الذي كان قد تولى القيادة والذي أخذت منه العجل الآن، يقول لي لابد أننا ذبحنا الكثيرين منهم في الأحراش، هل ترى هذا؟ وكاد يرقص من الإنفعال، هذا الحقير الظامئ للدماء. كدت أقول له إنك أحدثت سحابة دخان ممتازة جدا، هذا كل شيء. فقد أدركت من الطريقة التي اهتزت بها الأحراش أن أكثر الطلقات كانت عالية جدا، هؤلاء الشباب كانوا يطلقون النار لأعلى من جوار أردافهم وهم يغمضون العيون. وقدرت وكنت محقا أن الانسحاب كان بسبب الصفارة العالية لا أكثر. وقف المدير يغمغم شيئا عن ضرورة الابتعاد في النهر قبل الظلام بأي ثمن. عندها رأيت فسحة بين الأشجار والمعالم الخارجية لمبنى، سألت ما هذا؟ صفق بيديه في انبهار، المحطة. وعبر عدسات نظراتي المقربة رأيت منحدر تل خالي من النباتات وسمة مبنى متهالك نصف دفين وسط أعشاب عالية. لم يكن هناك سور من أي نوع، وإن تبينت بقايا واحد سمة أعواد بارزة من الأرض تعلو كل منها كرة في محاولة ما للزخرفة، لكن لا يربطها شيء. وبالطبع كانت الغابة تحيط بهذا كله. ضفة النهر كانت واضحة، وعلى الضفة رأيت رجلا أبيض يعتمر قبعة كأنها عجلة سيارة يشير لنا بلا توقف بذراعه كلها. وإذ تفحصت الدغل فوقه وتحته أكاد أقسم أنني ميزت حركة أشكالا بشرية تنزلق هنا وهناك. أوقفت المحركات في حذر وتركت القارب ينزلق فوق الماء، بينما راح الرجل على الشط يصيح ويطالبنا بالرسو. لقد هجمنا. أعرف أعرف كل شيء تمام، قالها الرجل في سرور لا يمكنك تخيله وأرضف. كل شيء تمام وأنا مسرور. ذكرتني طريقته بشيء مضحك رأيته في مكان ما، وقد رحت أسأل نفسي وأنا أحاذي الضفة من يشبه هذا الرجل، ثم تذكرت فجأة يبدو كالمهرج، ربما كانت ثيابه بنية يوما ما لكنها الآن مغطاة بكل ألوان الرقع صفراء وحمراء وزرقاء، حزام ملون حول خصره وقد جعله ضوء الشمس يبدو خليعا مبهرجا، له وجه طفل أشقر بلا لحية لا ملامح يمكن أن تلاحظها، عينان زرقاوان صغيرتان، البسمة والتقطيبة تتسابقان على وجهه كالشمس، والظل في وادي تعصف به الرياح. خذ الحذر يا كابتن، هناك جذع شجرة استقر هنا البارحة. ماذا؟ جذع آخر؟ قلتها وأعترف أنني أطلقت سبة،
فقد أعددت نفسي لانتهاء هذه الرحلة الرائعة. نظر لي المهرج وسألني: هل أنت إنجليزي؟ صرخت من وراء عجلة القيادة: وأنت؟ كف عن الابتسام فسألت: هل وصلنا في الوقت المناسب؟ هز رأسه نحو التل وقال: إنه هناك. وصار مكتئبا فجأة، إن وجهه كسماء الخريف التي تشرق فجأة ثم تتجهم فجأة. وحين اتجه المدير ورجال إلى الكوخ مسلحين حتى الأسنان، صعد ذلك الفتى إلى ظهر القارب وقلت له: لا أحب هذا، إن هؤلاء الوطنيين في الأحراش. طمأنني أن كل شيء على ما يرام وقال: إنهم أناس طيبون بسطاء، وهم لا ينمون إيذاء أحد. ثم صحح لي الأمر: ليس بالضبط، على فكرة أعتقد أن قمرة قيادتكم بحاجة إلى تنظيف. ثم نصحني أن أبقي الغلاية موقدة كي أطلق الصفارة في حالة حدوث متاعب. صفارة واحدة جيدة ستفيد أكثر من كل بنادقكم. كان يسرسر كأنما يحاول أن يعوض كل فترات الصمت، وقد اعترف أن هذه هي الحقيقة. فسألته: ألا تتكلم مع مستر كوارتز؟ أنت لا تتكلم مع ذلك الرجل، وإنما تصغي إليه. ثم لوح بذراعي وأردف: أما الآن. وفي لمح البصر كان مزاح قد استحال إلى قمة القنوط واليأس، ثم في اللحظة التالية عاد له مزاجه المرح وصافحني بكلتا يديه بينما راح يتكلم: أخوك البحار، هذا شرف، سرور، أقدم لك نفسي، روسي ابن قس. ما هذا؟ طباق إنجليزي؟ طباق إنجليزي ممتاز. تدخن؟ هل من بحار لا يدخن؟ بدأ التدخين يهدئه قليلا، وسرعان ما فهمت أنه فر من المدرسة وذهب إلى البحر في سفينة روسية، ثم فر وعمل على سفن إنجليزية، ثم وصل إلى هنا. لابد للمرء حين يكون صغيرا من أن يجمع الخبرات والتجارب. قطعت في دهشة: هنا؟ قال في تقديس: لا يمكن أن تتنبأ بشيء. هنا قابلت مستر كوارتز. لقد راح يجول في أعماق البلاد خالي الذهن من أي خطر كأنه طفل رضيع. راح يجول حول النهر عامين وحيدا، منعزلا عن كل شيء وكل شخص. قال لي: لست صغيرا كما تتوهم، أنا في 25. لقد أعددت لكم بعض الحطب، هل رأيته؟ وكان هذا بيت القديم. أعطيته الكتاب الذي احتفظت به، فبدأ كأنما سيقبلني وهتف: الكتاب الوحيد الذي تركته وقد حسبت أنني فقدته. وراح يقلب الصفحات فسألته: هل كتبت التعليقات بالروسية؟ لقد حسبتها مشفرة. ضحك ثم استعاد جديته وقال: بذلت الكثير من الجهد لأبعد هؤلاء القوم. هل كانوا يريدون قتلك؟ صح. لا لا. فتابعت سؤالي: إذن لماذا هاجمونا؟ تردد ثم قال في شيء من الخجل: لا يريدونه أن يرحل. وهز رأسه في كثير من الغموض والحكمة وصاح: أقول لك إن هذا الرجل قد جعل عقلي يكبر. وفتح ذراعيه وهو يبتسم بعينيه الصغيرتين كاملتي الاستدارة. نظرت له في دهشة، هو ذا أمامي في ثيابه الغريبة كأنما فر من فرقة ممثلي بانتومايم، متحمس. وجود ذاته لا يصدق وغير قابل للتفسير ومحير. كان مشكلة لا حل لها، من العسير فهم كيف وجد ولا كيف وصل إلى هنا وكيف بقى وكيف لم يتلاشى. قال لي: لقد ابتعدت قليلا فقليلا حتى وصلت لنقطة لا أعرف كيف أعود بها. لا يهم، ثمة وقت متسع، فقط ابعدوا كوارتز عن هنا بسرعة، أنصحكم بهذا. شعرت نحوه بإعجاب، ربما إلى درجة الحسد. السحر جعله يبقى حيا سالما في بقعة كهذه، ولم يكن يطلب من الدغل شيئا إلا متسعا يمكنه أن يتنفس فيه. لو أن روح المغامرة المطلقة النقية التي لا تحسب حساب شيء، لو أن هذه الروح اختارت أن تحل في بشر فهو هذا الفتى. أما عن كوارتز هو لم يسع له، لقد هبط عليه وتقبل هو الأمر بنوع من القدرية. لكني أجد أن هذا اللقاء هو أعظم خطر مر بهذا الفتى حتى اللحظة. أعتقد أن كوارتز
كان بحاجة إلى مستمعين، ويبدو أن الفتى ظل يسمعه ليالي بأكملها. قال الفتى متذكرا: تكلمنا عن كل شيء، نسيت أن هناك شيئا اسمه النوم. لم يبدو لي أن الليل طول أكثر من ساعة. كل شيء. ومن وقتها لم تتركه؟ حكى لي في فخر كيف أنه مرض مستر كوارتز خلال مرضين، لكن كقاعدة عامة كان كوارتز يجول وحيدا في أعماق الدغن. كنت أنتظر أياما وأياما حتى يعود. وماذا كان يفعل؟ يستكشف أم ماذا؟ بالطبع لقد اكتشف الكثير من القرى وبحيرة، لكن لا أعرف في أي اتجاه. من الخطر أن تسأل أكثر من اللازم، لكن المؤكد أنه كان يحصل على الكثير من العاج. هناك الكثير من الخراطيش النارية هنا. تعني أنه غزا البلاد؟ هز رأسه فسألته: ليس وحده طبعا. قال إن سكان القرى حول البحيرة ساعدوه، وأضاف: إنهم يعبدونه. كان من الغريب أن ترى هذا الخليط من الشوق والنفور لديه عند الكلام عن كوارتز. لقد أفعم الرجل حياته. قال لي: ماذا تتوقع؟ لقد جاءهم بالبرق والرعد، ولم يكونوا قد رأوا شيئا كهذا، وهو رجل شنيع. يمكنه أن يكون شنيعا. لا تستطيع الحكم على هذا الرجل كما تستطع مع رجل عادي. كأعطيك فكرة عنه، لقد أراد أن يطلق النار علي ذات يوم، لكنني لا ألومه. صحت مستنكرا: يطلق النار عليك؟ لما؟ حسنا، كان لدي القليل من العاج الذي أعطانيه زعيم تلك القرية، لكنه أراده ولم يسمح للمنطق أن يتكلم، وأوضح أنه سيقتلني ما لم أعطيه العاج، لأنه يريده، ولا شيء في الأرض يمكن أن يمنعه من قتل من يرغب في قتله. أعطيته العاج لكني لم أرحل. كان علي أن أكون حذرا حتى تعود صداقته لي. بعدها مرض. كان يعيش أكثر الوقت في القرى المجاورة للنهر. لقد عانى هذا الرجل كثيرا، وكان يمقت هذا كله، لكنه كان مصرا على البقاء. كان يردد أنه راغب في الرحيل، لكنه لا يرحل أبدا، وينطلق في رحلة أخرى من أجل العاج، وينسى نفسه وسط أولئك القوم. لكنه مجنون إذن. اعترض في كبرياء: مستر كوارتز ليس مجنونا. لو سمعت يتكلم منذ يومين لما جرأت على أن أصفه كذلك. كنت قد رفعت نظرتي المقربة في أثناء الكلام ورحت أتفقد الشط. لم تكن الأحراش تتحرك كأنها القناع، وكانت ثقيلة كباب سجن. كانت تبدو وكأنها تخفي الكثير، كأنما هي تخفي الكثير من الترقب الصبور والصمت الذي لا يخترق. كان الروسي يحكي لي كيف توارى كوارتز لفترة، ثم عاد مع مجموعة من رجال قرى البحيرات عازما فيما يبدو على شن غارة على مجموعة أخرى من القرى. من الواضح أن شهوة الحصول على المزيد من العاج قد انتصرت على رؤاه الأقل مادية، لكن حالته ساءت فجأة. سمعت أنه راقد عاجز، لذا جازفت بأن آتي لأرى. صوت النظارة إلى البيت، لم تكن هناك علامات حياة. قمت بتحريك الضبط قليلا فوثبت بقايا الصور إلى عدسات النظارة، وكانت نتيجة هذا الفعل أنني أرجعت رأسي إلى الوراء كأنما تلقيت ضربة. هذا هو ما حسبته من قبل محاولة الزخرفة، وكنت مخطئا. لم تكن هذه الأشياء المستديرة زخرفة، لكنها رموز معبرة محيرة. إنها غذاء للأفكار، لكنها كذلك غذاء للنسور، على الأقل بالنسبة للنمل الذي يتسلق السياج في حرية تامة. ربما كانت هذه الرؤوس المغروسة على العصي أكثر تأثيرا لو أن وجوهها لم تدور نحو البيت. فقط أولها كان ينظر لي، لكني لم أصدم كما تتصورون. إن الحركة التي أجفلت بها كانت تعبر عن الدهشة أكثر منها عن الرعب. كان الوجه أسود مجعد كأنما هو ينام فوق العمود، والأسنان البيضاء تلتمع كأنما هو يبتسم كذلك، يبتسم من حلم لا ينتهي في نعاسه الغامض هذا. أنا لا أكشف أسرار تجارية، لكن المدير قال لي فيما بعد إن أساليب مستر كوارتز هذه خربت المنطقة. ليس لي رأي في الموضوع، لكن أريد منكم أن تفهموا أن هذه الرؤوس مشروع غير مربح على الإطلاق. هي فقط ترينا كيف أن مستر كوارتز لا يستطيع كبح شهواته. سمة شيء يفسح عن نفسي في أوقات معينة لا تستطيع بلاغته العظيمة وحدها أن تمنحه إياه. لابد أن الوحدة
قد علمته أشياء عن نفسه لم يعرفها من قبل. أمست له بكلمات خلبت لبه، ترددت في أعماقه الخاوية كأنها الصدى. خفضت النظارة فبدا الرأس الذي كان قريبا مني إلى حد أن بوسعي الكلام معه بدا بعيدا جدا. قال لي الروسي إنه لم يجسر على أن ينزل هذه الرموز، لم يكن يخاف الوطنيين فهم لن يتحركوا إلا إذا أمرهم مستر كوارتز. فسطوة الأخير عليهم مذهلة. إن زعماء القبائل يأتون كل يوم كيروا، وهم يزحفون على ركبهم حتى يقتربون. صحت، لا أريد سماع شيء عن الطقوس التي يمارسونها حين يرون كوارتز. لسبب ما شعرت أن هذه التفاصيل أكثر بشاعة من تلك الرؤوس المعلقة على السور. لقد شعرت بأنني في كون متوحش، حيث الوحشية الخالصة الخام شيء معقول، بل ومسموح له بالوجود تحت الشمس. لم أصغي لتفسيراته للأمر من أن هذه الرؤوس كانت رؤوس متمردين، وقد أدهشت بضحكتي. متمردون، ما الكلمة الجديدة التي سأسمعها؟ لقد سمعت عن الأعداء والمجرمين والعمال، ثم جاء دور المتمردين. لكم بدت هذه الرؤوس المتمردة هادئة الآن على أوتادها. قال الفتى، أنت لا تتصور كم أن هذه الحياة تضغط على رجل مثل كوارتز. لكنك تتصور ذلك؟ أنا رجل بسيط بلا أفكار عظيمة، لا أبغي شيئا من أحد، كيف تقارنني به؟ وتأججت عواطفه حتى انهار أخيرا فقال، أنا لا أفهم، حاولت جهدي كي أبقي حيا، ولا يد لي في هذا كله، لا توجد هنا قطرة دواء ولا لقمة من الطعام المعقول منذ شهور، لقد تركوه منبوذا. يرى العار، تصور رجلا كهذا بأفكار كهذه. يا للعار، أنا لم أنم منذ 10 أيام. وضع صوته في هدوء الظلام. كان الكوخ قد غاب في الظلام بينما ظللنا نحن في الشمس لا حياة على الشاطئ. فجأة قرب ركن البيت ظهر حشد من الرجال كأنما نبتوا من الأرض، كانوا يمشون وسط العشب الذي يبلغ الخصور حاملين محفة مرتجلة. وفجأة من الفراغ دوت صرخة كأنها سهم اخترق السكون ليستقر في قلب الأرض، وكأنه بمفعول السحر تدفق من الدغل سيل من الرجال العراة يحملون الرماح والدروع والسهام والنظرات الموحشة. اهتزت الأحراش وتأرجح العشب، ثم تصلب كل شيء في سكون مرتقب. قال الروسي، الآن لو لم يقل لهم الشيء الصحيح فقد انتهى أمرنا. كان الرجال الذين يحملون المحفة قد تصلبوا كأنما هم حجارة بينما هم متجهون إلى القارب. ورأيت الرجل الذي على المحفة يجلس ويرفع ذراعه، فقلت، لنأمل أن الرجل الذي يجيد الكلام سيجد سببا لإنقاذنا هذه المرة. واستأت من سخف خطورة موقفنا، وكأن وجودنا تحت رحمة هذا الشبح المتوحش هو ضرورة مهينة. رأيت الرجل يرفع يده ويأتي بإشارات، وعيناه تلمعان في رأسه الواهن، كوارتز. هذه كلمة معناها قصير في الألمانية، أليس كذلك؟ كان في الاسم من الحقيقة قدر ما في أي شيء آخر في حياته وموته. لابد أن طوله لا يقل عن 7 أقدام. لقد سقطت الملاءة وظهر جسده مثيرا للشفقة مرعبا. كان بوسعي أن أرى ضلوعه وعظام ذراعه، كان صورة متحركة للموت نحتت من عاج قديم تهز يدها مهددة في جمع الرجال المصنوعين من برونز براق. رأيته يفتح فاه فبدا كأنما يحاول التهام الهواء كله، الأرض كلها، ثم سقط. اهتزت المحفة وتقدم حملوها، ولاحظت في الوقت ذاته أن حشد المتوحشين بدأ يختفي، كأن الغابة التي بصقتهم قد استنشقتهم ثانية إلى داخلها. وكان المدير يمشي جواره يهمس بشيء في أذنه، وقد نقلوه إلى كابينة صغيرة على القارب البخاري، مجرد مكان لفراش ومقعد. كانوا قد أحضروا مراسلاته وخطاباته، فراحت يده تعبث في وهن بين هذه الأوراق، وقد تسمرت لما رأيت النار في عينيه. لم يبدو متألما، وكان ظله راضيا هادئا. فتح أحد الخطابات ونظر لي مباشرة في عيني وقال، أنا مسرور. هناك من كتب له عني إن التوصيات تظهر إلى السطح ثانية. وقد أثارت دهشتي كمية الصوت التي خرجت منه دون جهد.
حتى من دون أن يبعد شفتيه. صوت؟ أي صوت؟ كان جادا عميقا رنانا، بينما الرجل لا يبدو قادرا على الهمس. لقد كانت فيه قوة كافية كي يحسم أمرنا كما ستعرفون فيما بعد. ظهر المدير صامتا على الباب. خرجت فأسدل الستار من خلفي، وكان الروسي يرمق الساحل. تبعت نظرته فرأيت أشكالا سوداء عن بعد، وقرب النهر شبحان برونزيان يستندان إلى رمحين طويلين، وعلى رأس كل منهما غطاء رأس جميل من الجلد المبرقش. ومن اليمين إلى اليسار تحرك شبح متوحش جميل لامرأة، كانت تمشي بخطى محسوبة ملفوفة في ثياب مخططة تطأ الأرض بفخر مع رنين حليها وزينتها البربرية. رأسها شامخ وشعرها مصفف كأنه خوذة، وقد بلغت الحلي النحاسية ركبتيها ومرفقيها، وعدد لا يحصى من قلائد الخرز حول عنقها. وكان هناك شيء مثير للتوجس في مشيتها المصممة. وسط هذا الصمت بدا كأن الدغل الرهيب ينظر لها. اتجهت إلى القارب البخاري ووقفت تواجهنا صامتة. ظلها الفارع يسقط على صفحة الماء، على وجهها أسف متوحش وألم عميق. هناك وقفت تنظر لنا دون حركة، كأنما ترعى هدفا غامضا. غمغم الفتى الواقف جواري، وتذمر المسافرون من خلفي. نظرت لنا كأنما حياتها كلها تتوقف على ثبات هذه النظرة. فجأة فتحت ذراعيها ورفعتهما إلى السماء كأنما تبغي لمسها، واستدارت عائدة إلى الأحراش على اليسار. مرة واحدة فقط استدارت ونظرت لنا قبل أن تتوارى. قال الفتى في عصبية: لو طلبت أن تصعد إلى القارب فلربما قتلتها رميا بالرصاص. لقد جزفت بحياتي كل يوم طيلة أسبوعين كي أبعدها عن الدار. تشاجرت معها بسبب أنها لم تعجب بالخرق التي كنت أدخرها لإصلاح ثيابي. ربما كان هذا هو السبب. لقد شكتني لكوارتز وراحت تشير لي وهي تتكلم. لا أفهم لغة تلك القبيلة، لكن من حسن حظي أن كوارتز كان مريضا بحيث لم يهتم بكلامها. لا أفهم. على كل حال قد انتهى هذا كله الآن. هنا سمعت صوت كوارتز من وراء الستار: انقذني، انقذ عاج أيها المنحط، لا تقل لي شيئا، أنت تعرقل خططي. مريض؟ لست مريضا كما تحب أن تعتقد. سأنفذ أفكاري برغم كل شيء، سأعود وأريك ما يجب عمله. أنت تعوق عملي. أنا هنا. خرج المدير وتأبط ذراعي واقتادني جانبا وقال: حالته عسيرة، عسيرة جدا. وجد من الضروري أن يتنهد، لكنه لم يرى ضرورة لأن يبدو آسفا. فعلنا كل ما يمكن من أجله، ألم نفعل هذا؟ لكن يجب أن نعترف بأنه أذى الشركة أكثر مما أفادها. لم يفهم أن الوقت ليس ملائما للأعمال العنيفة. يجب أن نكون حذرين. تلك سياستي. إن المنطقة مغلقة بالنسبة لنا لفترة، وهذا مؤسف برغم أنه ما زال لدينا الكثير من العاج أكثره من الحفريات. لكن انظر مدى حرج موقفنا، والسبب لأن أسلوبه لم يكن سليما. سألته ناظرا إلى الشط: هل تعتبر الأسلوب غير سليم؟ صاح في حرارة: بلا شك، ألا ترى هذا؟ قلت بعد قليل: لا أرى أن هناك أسلوبا على الإطلاق. على كل، أنا أعتقد أن كوارتز رجل متميز. جاء الروسي ودق بإصبعه على كتفي لينبهني إلى ما يقول: أخي البحار، لا أستطيع أن أخفي معرفة أمور قد تؤثر في سمعة مستر كوارتز. كنت أعتبر أن مستر كوارتز في قبر بالفعل الآن، لكن الفتى اعتبره خالدا لا يموت، فقلت له: تكلم. قال إنه لو لم يشعر بأننا زميلان في المهنة لما تكلم أصلا، لأنه يشعر بأن هؤلاء الرجال البيض لا يدخرون نية طيبة تجاه مستر كوارتز. قلت له إنه على حق، ونصحت أن يبحث عن أصدقاء من المتوحشين يحمونه لو كان له بينهم أصدقاء. الكثير منهم. وقال لي همسا إن كوارتز هو الذي أمر المتوحشين بالهجوم على القارب البخاري. كان يكره فكرة أن يؤخذ بعيدا، لكني لا أفهم هذه الأمور، أنا رجل بسيط. فكر في أن هذا سيجعلكم تعودون من حيث أتيتم، إذ تحسبونه قد مات ولم أستطع منعه. ثم أضاف: سأرحل أنا
هناك قارب وثلاثة رجال سود ينتظرون على مقربة. وافقت، فتناول قبضة من التبغ الخاص بي وقال: هذه أمور بين البحارة وبعضهم كما تعلم، طباق إنجليزي ممتاز. وقبل الرحيل توقف وسألني عما إذا كان لدي حذاء، ورفع قدميه فوجدت أن حذائيه لا نعلاهما، وإن تم ربط الأطراف بالحبال كالصندل. أعطيت حذاء قديما عندي فتفحصوا في إعجاب، ثم وضعوا تحت إبطه، بدا كأنما هو راضي تماما عن استعداده للمواجهة القادمة مع البرية. قال: رباه، لن أقابل رجلا كهذا مرة أخرى أبدا. لو أنك سمعت يتلو الشعر، شعر ومن تأليفه. واتسعت عيناه كأنما يستعيد تلك الخبرات، وأضاف: لقد جعل عقلي يتسع. وداعا. فصافحني وتوارى في الظلام. أحيانا أتساءل عما إذا كنت قد رأيت حقا، عما إذا كان من الممكن أن توجد ظاهرة عجيبة كهذه. صحوت بعد منتصف الليل لألقي نظرة، هناك على التل كانت نار هائلة تشتعل، وكان أحد رجالنا مستعينا بعدد من رجالنا السود يحرس العاج، لكن في الغابة كانت أضواء حمراء متراقصة تحدد بالضبط الموضع الذي أقام فيه عبدة مستر كوارتز معسكرهم كي يسهروا فيه سهرتهم الشاقة. سمت صوت طبلة رتيب يدوي في الهواء، وجاء صوت مجموعة من الرجال يغنون تعاويذ غامضة كل لنفسه، دندنة كأنها طنين النحل تبعث تأثيرا منوما على حواسي نصف النائمة. أعتقد أنني نمت وأنا أستند إلى الحاجز حتى اندلعت صرخات حادة. جنون غامض أيقظني في حيرة، ثم سرعان ما انتهى من جديد وعادت الدندنة. نظرت إلى القمرة فرأيت ضوءا، لكن مستر كوارتز لم يكن هناك. لولا أنني كنت نصف غافي لأطلقت صرخة رعب. الحقيقة هي أن الرعب المجرد الوحشي تملكني، وهو لا يمت بصلة لأي رعب مادي. سرعان ما تغلبت على هذا الهلع الأولي وهدأت قليلا، حتى إنني لم أصرخ أو أستدعي الآخرين. توجهت إلى الشاطئ، والسبب هو أنني شعرت بالحاجة إلى مواجهة الكابوس الذي صنعته لنفسي. كنت بحاجة إلى هذه التجربة دون أن أشرك أحدا سواي فيها. فما إن بلغت الشط حتى رأيت طريقا بين الأعشاب. أذكر الفرحة التي قلت بها لنفسي: الرجل لا يقدر على المشي، بل هو يزحف على أربع، سأظفر به. كان العشب مبتلا بالندى. في خيالي رأيت العجوز ذات القطة جالسة تنسج، ورأيت المسافرين يطلقون رصاص لأعلى من بنادق الوينشستر. قلت لنفسي إنني لن أعود إلى القارب أبدا، وتخيلت نفسي وحيدا بلا سلاح في الأحراج حتى أشيخ. أفكار بلهاء، ولقد واصلت تتبع الأثر. كان الليل صافيا كأنه فضاء أزرق تقف فيه أجسام سوداء متصلبة ساكنة. دنوت منه، ولو لم يكن قد سمعني لسقطت فوقه، لكنه نهض في الوقت المناسب شاحبا مهتزا كأنه بخار خرج من الأرض. لقد قطعت عليه الطريق ببراعة، لكن حين واجهته ثبت إلي رشدي. رأيت الخطر بحجمه الحقيقي. ماذا لو صرخ؟ برغم أنه واهن جدا، لكن صوته ما زال قويا. قال لي: ابتعد واخفي نفسك. نظرت خلفي فوجدت أننا على بعد 30 يارد من أقرب نار. قلت له: هل تدرك ما تفعله؟ تماما. ورفع صوته بما بدا لي كأنه صراخ، فقلت لنفسي: لو أحدث جلبة فلسوف نضيع، سوف تضل طريقك. أحيانا يهبط الإلهام على المرء. لقد قلت الشيء الصحيح، رغم أنه ما كان ليضل طريقه أبدا كما ضله في تلك اللحظة، اللحظة التي بدأت أواصر صداقتنا تتكون فيها. قال: كنت على حافة إنجازات عظيمة، والآن جاء هذا الوغد. قلت مؤكدا: نجاحك في أوروبا لا يحتاج إلى إثبات. بالمناسبة لو صرخت سأضطر إلى كتم نفسك. لم أكن أحب أن أكتم أنفاسه كما تعلمون، ولو فعلت لما أجداني هذا فتيلا، لكني كنت أريد أن أحطم سحر البرية المسيطر عليه، السحر الذي يناديه ويحيي فيه غرائز منسية متوحشة. هذا فقط كما اقتنعت كان هو ما يقوده مبهورا مفتونا إلى الدغر، إلى وهج النيران وقرع الطبول. لم يكن الخطر هنا هو أن أتلقى ضربة قاتلة على رأسي، برغم أنني كنت أفهم هذا الخطر جيدا،
ولكن أنني مضطر للتعامل مع كائن لا يمكن أن أروق له، بل ربما اضطررت مثل الزنوج إلى أن أتضرع له كي يقتنع ويهدأ، لكنه كان قد تحرر من كل قيود الأرض، ركل الأرض كي يبعدها عنه. لقد تبادلنا بعض العبارات لكنها كانت كأنها تقال في الأحلام والكوابيس. الروح، لو كان هناك رجل في هذا العالم قد تكلم مع روح فأنا هو. لم يكن لي من منجا ولا حل إلا قتله وقتها وحيث كان، لكن كان في هذا خطر لا بأس به لو فكرنا في الضوضاء التي ستحدث. لكن روح كانت قد جنت، لقد أصابتها الوحدة وسط البرية بالجنون، وكان علي أن أقترب منها فتشوه كل ما أعرفه عن الإنسانية. رأيت لغز الروح التي لم تكن لديها ضوابط، لم يكن لديها إيمان، لم يكن لديها خوف، لكنها تحارب نفسها طيلة الوقت. وحين استطعت أخيرا أن أعود به وأرقد على الأريكة، كانت قدماي تهتزان من تحتي كأنما حملت طنا على ظهري. برغم هذا لم أفعل إلا أن أسندت وذراع العظيمة حول عنقي، ولم يكن أثقل من طفل. في ظهيرة اليوم التالي رحلنا. كان الجمع الذي كنت أشعر به طيلة الوقت خلف ستائر الأشجار قد خرج ليملأ الفسحة مغطيا المنحدر بكتلة من الأجساد البرونزية الراجفة. أطلقت المحركات وراحت ألف عين ترمق شيطان المياه وهو يضرب الأمواج مبتعدا قاذفا بالدخان الأسود في الهواء. حملنا كوارتز إلى قمرة القيادة حيث كان هناك الكثير من الهواء، وعلى الأريكة راح يرمق خصاص النافذة المفتوحة. كانت هناك دوامة بين الأجساد وظهرت المرأة ذات الشعر المصفف كخوذة. ركضت نحو حافة النهر ومدت يديها وصرخت بشيء ما، فردد الحشد صيحتها بأعلى صوت. سألت: هل تفهم هذا الكلام؟ ظل ينظر خلفي بعينين مشتاقتين تختلطان بتعبير يوحي بالمقت. لم يرد لكنه ابتسم ابتسامة لا معنى لها. ظهرت على شفتيه عديمتي اللون اللتين ارتجفتا بعد هذا وقال: هل يمكن أن لا أفعل؟ أطلقت صفارة القارب لأنني رأيت ركاب القارب معي يتأهبون ببنادقهم وكأنما هم يترقبون صيدا ممتعا. فلما دوى الصفير دب الرعب في كتلة الأجساد وصاح أحدهم على القارب: لا لا تفزعهم سيفر. لكني جذبت الخيط مرارا ففر القوم هلعا من الصوت. فقط لم تتحرك تلك المرأة الخارقة البربرية ومدت ذراعيها نحو النهر بشكل مسرحي. عندها بدأ المعتوهون على القارب حفلهم ولم أعد أرى شيئا من دخان الطلقات. خرج النهر من قلب الظلام بسرعة يحملنا للبحر بضعف السرعة التي جئنا بها، وكذا راحت روح كوارتز تنساب منه بسرعة إلى بحر الأبدية. كان المدير هادئا جدا فلا شيء يقلقه الآن. أصدر كوارتز صوتا دوى عميقا حتى النهاية. لقد قاوم وقاوم، بقايا مخه المنهك تسكنها الظلال الآن، أشباح الثروة والشهرة. كان يتكلم عن محطتي، مهنتي، خطيبتي. كان يتكلم عنها بحرارة ملتهبة. أحيانا كان يقترب من الطفولة ويتمنى أن يلقاه الملوك في محطات القطار لدى عودته من لا مكان، حيث نجح في تحقيق عظائم الأمور. وكان يقول: ستريهم أن فيك شيئا عظيم النفع، وعندما لن تكون هناك حدود لتقديرهم لكفاءتك. وكانت المنحنيات تتكرر في مسار القارب كأنها نفس المنحنى الأزلي بنفس الأشجار التي ترمق تلك القطعة الكئيبة القادمة من عالم آخر، الأشجار التي سبقت ظهور التغيير، الغزو، التجارة. ذات يوم قال لي كوارتز: أوصد النافذة، لا أتحمل أن أرى هذا. فعلت كما قال فقال: آه، لكني سأعتصر قلبك برغم هذا. قالها للبرية الغامضة. احتجنا للاستقرار في جزيرة بعض الوقت لإجراء إصلاحات، وكانت هذه أول مرة تهتز فيها ثقة كوارتز. ذات صباح أعطاني بعض الأوراق وصورة فوتوغرافية كلها مربوطة برباط حذاء. قال لي: احتفظ بها لي، هذا الوغد المؤذي، يقصد المدير طبعا، يمكن أن يتلصص على صناديقي لو تغافلت عنه. عند الظهيرة وجدت نائما على ظهري ينظر لأعلى، فكدت أنسحب لكن سمعت يغمغم.
عش كما يجب ثم مت. ولم يقل شيئا آخر. هل كان يسمع خطبة في نومه أم هي بقايا شيء في جريدة؟ كان يكتب لبعض الصحف وكان يأمل في أن يعاود ذلك. كانت ظلمته غير قابلة للاختراق، وكنت أنظر له كما أنظر إلى رجل يرقد في قاع أخدود حيث لا تصل الشمس أبدا. لكن لم يكن لدي وقت كافي له، لأنني كنت أساعد الميكانيكي في إصلاح السلندرات المثقوبة، وغير ذلك كنت أعيش في كتلة جهنمية من الصدأ والمطارق والمثاقب، وكلها أشياء أكرهها لأنني لا أجد نفسي فيها. ذات ليلة دخلت عليه بشمعة فأفزعني أن أسمعه يقول: أنا أرقد هنا في الظلام بانتظار الموت. كان الضوء على بعد قدم من عينيه، وجدتني مرغما على أن أقول كلام فارغ، ووقفت أمامه كأنما أنا مصمر. لم أرى قط شيئا يشبه ذلك التغيير الذي طرأ على ملامحه وأتمنى ألا أراه. لم أتأثر، لكني افتننت. رأيت في وجهه العاجي سمات كبرياء وقوة بلا رحمة وذعر جبان، سمات يأس عنيف. هل يعيش من جديد حياته بكل ما فيها من شهوة وإحباط وألم في هذه اللحظة من المعرفة الخارقة؟ صاح مرتين، صيحة هي أقرب إلى التنفس: الهول الهول. أطفأت الشمعة وغادرت القمرة. كان المسافرون يلتهمون العشاء، فجلست أمام المدير الذي نظر لي متسائلا. لم أرد، فاسترخى في مقعده وعلى فمه تلك الابتسامة الغامضة التي يختم بها على سفالته. ذباب كثير يحوم حول المصباح وعلى المفرش وعلى أيدينا. فجأة أدخل خادم المدير رأسه الوقح الأسود من الباب وقال في ازدراء: مستر كوارتز مات. هب الجميع ليروا، وبقيت أكمل عشائي. لابد أنهم اعتبروني قاسيا بوحشية، لكني لم أكل الكثير. في الخارج ظلام موحش، ظلام قاسي، لكني أعرف أننا سندفن شيئا ما غدا. لقد كادوا يدفنونني معهم. كما ترون لم ألحق بكوارتز هناك. بقيت أحلم بالكابوس حتى النهاية. مضحكة هي تلك الحياة، ترتيب غامض من المنطق القاسي لغرض ما، كل ما تأملون منها وبعض المعرفة لأنفسكم. لقد تصارعت مع الموت، وكانت تلك أسوأ مباراة يمكن أن تتخيلوها. إنها تحدث في فراغ رمادي دون أرض تحت قدميك، ولا شيء حولك، ولا مشاهدين، ولا مجد، ولا الرغبة في الفوز. لو كانت هذه هي صورة الحكمة العظمى، فإن الحياة لغز أكثر تعقيدا مما نحسب. كانت تلك آخر فرصة لي لأقول شيئا ذا بال قبل أن أموت، لكني لم أجد ما يقال. لذا أقول إن كوارتز كان شخصا متميزا، كان لديه ما يقال وقد قالوا، ولأنني دنوت من حافة الموت مثله، فإنني أفهم نظرته. العينين اللتين لا تريان اللهب، لكنهما تريان الكون كله، وتخترقان كل القلوب التي تخفق في الظلام. لقد لخص كل شيء وأصدر حكمه: الهول. لقد كان رجلا مرموقا، وكانت كلماته تحوي الاقتناع، تحوي التمرر، تحوي مذاق الحقيقة، لها رنين خليط من الرغبة والمقت. لقد خطى الخطوة الأخيرة فوق الحافة، أما أنا فقد سمح لي القدر بأن أتراجع بقدمي المترددة. ربما تتاح لنا كل الحكمة، كل الحقيقة، كل الصدق في اللحظة القصيرة التي نخطو فيها فوق حافة الظلام. ما زالت أصداء بلاغة كوارتز تصلني بعد كل هذه الأعوام. وفي المدينة رحت أرى الناس يركضون في الشوارع يتحايلون على سرقة بعض المال من بعض، ويلتهمون الكعك بسرعة ويعبرون الطرقات. أراهم فأكاد أضحك، لأن في تظاهرهم بالحنكة شيء من الإدعاء. إن أحدهم لا يعرف عن الأمر قدر ما أعرف. أشعر على القول إنني لم أكن على ما يرام في تلك الأيام بعد عودتي إلى المدينة. لم يكن من شيء يغفر سلوكي الغريب، لكن حرارتي لم تكن طبيعية وقتها، وأصرت عمتي الطيبة على أن تمرضني، لكن لم تكن قوتي هي التي بحاجة إلى تمريض. كان خيالي هو الذي يحتاج إلى أن يهدأ قليلا. كانت معي مجموعة أوراق كوارتز، لا أعرف بالضبط ما أفعل بها. لقد توفيت أمي مؤخرا، وذات يوم جاءني رجل حليق الوجه يضع عوينات مذهبة الإطار وله طابع رسمي، ووجه لي بعض أسئلة غير مباشرة في البداية، ثم صارت خانقة لأنه يرغب في الحصول على بعض المستندات.
ولم أندهج لطلبه لأنني تشاجرت مرتين مع المدير على نفس الموضوع. رفضت طلب المدير، وكذا رفضت طلب هذا الموظف، لذا بدا مهددا وقال إن من حق الشركة أن تحصل على كل ما معي من أوراق وأن تحصل على أي معلومة عن مقاطعتها. وقال: لابد أن علم مستر كوارتز ببعض الأماكن المجهولة لنا هو علم واسع ودقيق بفضل قدراته الخاصة والظروف القاسية التي كان فيها. لهذا قلت له إن مستر كوارتز لم يكن يهتم بأشياء تعني الإدارة. هنا توسل باسم العلم: ستكون خسارة لا تقدر بمال لو... عرضت عليه التقرير الخاص بكبح العادات الوحشية وانتزعت الملحوظة التي كتبها كوارتز في نهايته. أخذه في لفة ثم بدا عليه الإصدراء وقال: ليس هذا هو ما نملك الحق في توقعه. قلت له: لا تتوقع شيئا آخر، فلا توجد سوى خطابات شخصية. انصرف مع تهديد بإجراءات قانونية ولم أراه ثانية. ثم جاءني من يعتبر نفسه ابن عم كوارتز بعد يومين، وكان متلهفا كي يسمع أخبار لحظات قريبه الأخيرة، وأفهمني أن كوارتز كان موسيقارا بارعا. قالها الرجل ولم أرى ما يدعوني إلى الشك في هذا، ولقد عجزت تماما عن فهم مهنة كوارتز الأصلية لو كان يملك مهنة، ولعل هذه أهم مواهبه. لعله رسام يكتب أو صحفي يستطيع الرسم، لكن حتى ابن عمه لم يستطع أن يحدد من هو. كان عبقريا عاما. وافقت الفتى على هذا بينما انسحب في حزن حاملا بعض الخطابات والذكريات العائلية. ثم جاءني صحفي كثر الحاجبين يسأل عن ساعات صديقه الأخيرة، وقال لي إن كوارتز كان سياسيا نشطا، واعترف لي برأيه أن كوارتز لم يكتب على الإطلاق. لكن رباه، ما أبرع رجل في الكلام، كان يكهرب الاجتماعات الكبرى، كان لديه اليقين. ألا ترى هذا؟ كان يستطيع أن يجعل نفسه يؤمن بأي شيء، أي شيء. كان زعيم حزب من الدرجة الأولى. أي حزب تعني؟ أي حزب. ثم سألني: هل تفهم السبب الذي جعله يذهب هناك؟ قلت: إنني أعرف، وأعطيته التقرير إياه كي ينشره لو رآه مناسبا. نظر له في لهفة وغمغم بأنه سوف يصلح، ثم بادر إلى الفرار بما غنمه. هكذا وجدت نفسي مع حزمة خطابات وصورة الفتاة. أدهشني أنها جميلة. أعرف أن حتى ضوء الشمس يمكن أن يكذب، لكن ما من طريقة تخدعك بإظهار ملامح الصدق والصفاء البادية في هذا الوجه. يمكنها أن تصغي دون تحفظ ذهني ولا شكوك بلا تفكير في نفسها. قررت أن أذهب وأعطيها صورتها والخطابات. فضول، نعم، مع شعور آخر. لقد انتهى كل ما كان كوارتز عاجه، خططه، محطته. لم تبقى إلا ذكراه وخطيبته، وقد أردت أن أتخلص من هذه أيضا كي لا يبقى لي إلا النسيان. لا أعرف حقا ما الذي أردته، ربما هو نوع من الولاء اللاشعوري، لا أعرف، لا تفسير لدي. لكني ذهبت لألقاها، وعند الباب العالي ما بين المباني الشامخة في الشارع الساكن المزخرف، كأنه زقاق معتنى به في مقبرة، رأيت على المحفة يفتح فمه بشدة كأنما ليلتهم كل الأرض بمن عليها من بشر. كان ما زال حيا، كأنه ظل أكثر قتامة من ظل الليل، ملفوفا بعناية في كفن الكلام البليغ. بدأ كأنه يدخل البيت معي، ومعه حامل المحفة وحشد المتعبدين وكآبة الدغل وقرع الطبول وقلب الظلام. كانت لحظة نصر للبرية وذكرى ما قاله هناك في وهج النيران بين الغابات الصبور، وتلك الجمل المهشمة كلها عادت لي، سمعتها بوضوح بكل ما فيها من بساطة مخيفة، وتذكرت ما قاله لي يوما: هذا العاج كله لي، لا يخص الشركة في شيء، فهي لم تدفع ثمن، أنا جمعت وخاطرت كثيرا جدا. ماذا تحسب واجبي أن أفعل؟ أقاوم؟ لا أبغي سوى العدل. لم يبغي سوى العدل؟ كررت هذه العبارة لنفسي وأنا أقف أمام باب من خشب الماهوجيني، وإذا انتظرت شعرت بأنه يرمقني من وراء الزجاج، تلك النظرة التي تبدو كأنما هي تكره الوجود كله. كان الغصق يهبط، وانتظرت في غرفة فاخرة متغطرسة بها ثلاث نوافذ ترتفع من الأرض إلى السقف، المدفأة من رخام أثري
وسمت منضدة ثمينة. جاءت هي في ثياب سود ورأس شاحب تطفو نحوي في الغصق. كانت تلبس الحداد برغم أن عاما مر على وفاته منذ بلغتها الأخبار، لكن بدأ أنها ستنعيه للأبد. أمسكت بيدي بين يديها وقالت: سمعت أنك قادم. لاحظت أنها ليست صغيرة السن جدا، ليست طفلة، كانت لديها قدرة ناضجة على الإخلاص، على التصديق وعلى المعاناة. وبدأ كأن كل ضوء المساء الحزين قد اتخذ على جبينها ملجأ، وكأن حاجبيها محاطان بهالة رمادية تنظر عيناها لي من خلالها، وكانت تحمل رأسها الحزين في فخر بكل هذا الأسى، وكأنها تقول: أنا فقط أعرف كيف أحزن عليه كما يستحق. ولاحظت أنها لم تكن من تلك المخلوقات التي هي دمى للزمن يلعب بها كما يشاء. بالنسبة لها مات كوارتز أمس، وقد جعلتني أشعر بالشيء ذاته. سمعتهما معا ورأيتهما معا، وفي هلع سألت نفسي: ما الذي أفعله هنا؟ سألتني أن أجلس فجلسنا. وضعت الحزمة في رفق على المنضدة، فوضعت يدها عليها وغمغمت بعد دقائق من صمت حزين: أنت عرفت جيدا؟ قلت: العلاقات الحميمة تنمو بسرعة هناك، وأعجبت به. من المستحيل أن تعرف ولا تعجب به، أليس كذلك؟ قلت لها بلا راحة: كان رجلا مرموقا. وقبل أن تستقر عيناها على شفتي بحثا عن مزيد من الكلمات استطردت: كان من المستحيل أن تحب صدق، لكن حين تفكر أنه ما من أحد عرفه مثلي، نلت كل ثقته الكريمة، عرفته أفضل من سواي. كررت كلامها: عرفته أفضل من سواك. ربما فعلت، لكن مع كل كلمة من كلامها كان الظلام يتزايد في الغرفة، فلم يبقى وامضا إلا جبينها الأبيض ينير وهج الإيمان والحب. وصلت الكلام: أنت كنت صاحبه، صديقه، لابد أنك كنت كذلك مدام أعطاك هذه وأرسلك لي. أشعر بأن بوسعي الكلام معك، لابد من أن أتكلم معك، لابد أن تعرف أنني كنت جديرة به، ليس غرورا، نعم كنت أفهم أكثر من أي واحد على الأرض، ومنذ ماتت أمه لم يعد لي من أحد كي... ازداد الظلام كثافة. لم أكن واثقا من أنه أعطاني الحزمة الصحيحة، ربما أراد مني أن أعنى بحزمة أخرى. رأيت المدير يتفحصها بعد موت كوارتز، والفتاة تتكلم بلا توقف، تتكلم كما يشرب رجل ظمآن. كنت قد سمعت أن أهلها لم يرحبوا بكوارتز، لابد أن السبب كان فقره، ولأسباب كهذه ذهب إلى حيث ذهب. كانت تقول: كان يجذب الناس إليه عن طريق خير ما يفهم من صفات. ونظرت لي في ثبات وأردفت: تلك موهبة العظماء. كان صوتها الخفيض يلخص كل الأصوات الأخرى، مليئا بالغموض والحزن والأسى، خرير النهر وحفيف الأشجار في الريح وهدير الزحام، وهمس من يتكلم عبر حافة ظلام أبدي. وهتفت: لكنك سمعته، أنت تعرف. نعم، قالتها بشيء من القنوط، لكني خفضت رأسي باحترام لكل هذا الإخلاص، لهذا النور الذي يلتمع في الظلام، الظلام الذي لا أستطيع أن أحميها منه، بل لا أستطيع أن أحمي نفسي منه. وقالت في كرم: أي خسارة لي، لنا وللعالم. ورأيت في آخر ضوء النهار الدموع في عينيها، دموعا من الطراز الذي لا يسقط. كنت محظوظة، كنت فخورا، أكثر حظا من اللازم، والآن أنا تعسة للأبد. ووقفت وشعرها الأشقر يقتنص كل الضوء الباقي في بريق ذهبي، فنهضت: ومن كل خططه، من كل روعته، لم يبقى شيء سوى ذكرى لنا. كنت متعجلا: لسوف نتذكره أبدا. ومثال لسوف يقتدي به الناس دوما كأنه الشمس. حقا. ومدت ذراعيها لأعلى، فتذكرت ذلك المشهد هناك، هناك واحدة أخرى مدت ذراعيها وهي تقف على حافة ذلك النهر في شموخ. قالت فجأة: مات كما عاش. قلت أنا أشعر بغيظ في روحي، نهايته كانت جديرة بحياته ولم أكن معه. وبدأ غيظي يتلاشى في شفقة لا حد لها.
قلت لها راجفا. كنت معه حتى النهاية، سمعت كلماته الأخيرة. قالت بصوت محطم القلب: أعدها على مسمعي، أريد شيئا أعيش معه. كدت أصرخ فيها: ألا تسمعينها؟ كان الغصق يرددها في همس مستمر من حولنا: الهول الهول. قالت لي مصرة: ألا تفهم؟ أريد كلماته الأخيرة لأعيش معها، فقد أحببته. نهضت وقلت ببطء: آخر كلمة قالها كانت اسمك. شهقت، ثم توقف قلبي لدى سماع الصرخة، صرخة انتصار وألم لا يمكن وصفه. كنت أعرف هذا، كنت واثقة. كانت تعرف وكانت واثقة، وسمعتها تبكي. كانت قد أخفت وجهها بين كفيها. بدا لي أن البيت سينهار قبل أن أهرب، أن السماء ستسقط على رأسي، لكن لم يحدث شيء. وتساءلت: ماذا لو منحت كوارتز العدل الذي يستحقه؟ ألم يقل إنه لم يرد إلا العدل؟ لكن لم أستطع أن أخبرها. سيكون الظلام أكثر مما يحتمل. فرغ مارلو من قصته، فجلس صامتا في وضع بوذا متأمل. لم يتحرك أحد لبرها، وفجأة قال المدير: لقد ضاع منا أول الجزر. فرفعت رأسي لأرى أن أفق البحر تغطيه الغيوم الكثيفة، والماء يمضي إلى نهاية الأرض تحت سماء مدلهمة، كأنه يمضي إلى قلب ظلام هائل. جوزيف كونراد، 1902. تمت.